اهلا بيكم يوم جديد مع بوكس تو بوكس. اتشرف النهارده بوجودي معاكم في ظل اعتذار الاستاذ شبان على التواجد، وان شاء الله هيواصل اطلالته المميزه بكره معاكم ان شاء الله الخميس في ختام او نهايه الاسبوع. هيقدم طبعا العديد من القضايا اللي احنا النهارده هنبدا نناقش منها جزء، والاستاذ شبان ان شاء الله هيستكملها مع ضيوفه. طبعا زي ما احنا كلنا عارفين خلاص ساعات، يعني يوم الجمعه ان شاء الله انتهاء ايقاف الثلاثي فتوح والزناري وصبحي، وحديث يطول. طيب نادي الزمالك دلوقتي الاتجاه ايه؟ في انقسامات، كل واحد متبني وجهه نظر، البعض يرى ان هو الافضل ان هو خلاص بعد انتهاء فتره الايقاف الشهر ان هو الثلاثي يرجع ويشاركوا تاني مع الفريق بصوره طبيعيه، وان هو يتم التفاوض من خلال مشاركتهم والاستفاده منهم. البعض بيرى انه لا، ان هو فتوح يظل استمرار تجميده لحين حسب مساله التجديد، وهو نفس الامر بالنسبه لصبحي. اعتقد ان الزناري اللي هو يعني قدم اعتذار والراجل ما عنديش مشكله، والنهارده كمان حتى نزل صوره يعني بيستعيد بها ذكرياته مع الزمالك والعوده للمشاركه مره اخرى. سيظل الملف فتوح والاكثر سخونه في ظل الحديث، والنهارده ناس بتقول فتوح يرجع، البعض النهارده كمان متخوف انه استمرار تجميد فتوح بعد انتهاء قرار الايقاف يعرض الزمالك ل يعني ازمات مع اتحاد الكوره او مع الاتحاد الدولي. نتمنى ان شاء الله ان هو يعني مجلس اداره نادي الزمالك يصل الى القرار الافضل لخدمه نادي الزمالك، وانه فتوح يعني يشوف الامر بالنسبه له ايه، لانه الناس بتتكلم عن فتوح النهارده، الناس بتقول انه فتوح يعني عليه مديونيه بس 16 مليون جنيه وفي له امور متعلقه بيه، وان هو الضغوط ده ممثله ضغوط عليه لان هو ماضي شيكات وشيكات مستحقه فبيمثل له ضغوط، فالبعض بيقول ان هو الافضل يقعدوا معاه ويتم حل واحتواء الازمه. برضو عندنا النهارده لشبونة متمسك بعدم تقسيط الغرامة ومتمسك بالحصول عليها مبلغ كامل، وده بيضع مجلس إدارة نادي الزمالك في تحدي كبير ان هو كيف يستطيع توفير الغرامة بالكامل في ظل طبعا في ظل اللي هو دلوقتي في ظل الأزمة المالية اللي موجودة بيمر بها نادي الزمالك. وإعلان رئيس النادي ان هو أكد ان هو لن يتم استمرار نادي الزمالك في فترة القيد لفترة أخرى، وأنه بيأكد أنه تحت أي ظرف من الظروف هيتم إنهاء فترة القيد. النهاردة كمان كل الناس بتتكلم عن تأجيل المباراة الزمالك والاتحاد، والاتحاد رجع يعني الأوتوبيس بتاعه رجع من في الطريق، إيه اللي حصل؟ لا مفيش تنسيق بين الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري، كلام يطول برضك في هذا الملف. النادي الأهلي خلاص أجواء المونديال، القائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم يتم الإعلان عنها رسميا على صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم. كنا عارفين النادي الأهلي متحفظ، وإحنا كنا من يومين هنا مع الشبانة من خلال الملف الطبي تم إعلان القائمة، وقلنا إن هو أبرز الناس اللي هو الناس كانت بتتكلم فيهم صلاح محسن وعبد القادر تم استبعادهم، يعني خلاص مفيش حاجة بقت تستخبى دلوقتي إنه نادي يحافظ على سيرة القائمة، إحنا كنا جبناها من الملف الطبي، والنهارده الاتحاد الدولي لكرة القدم هو اللي بيعلن القائمة. أجواء المونديال خلاص، النادي الأهلي بعد ما يخوض مباراته القادمة مع شباب بولزداد هيسافر هيتوجه إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم. طبعا كل التمنيات للنادي الأهلي بالتوفيق، برضه حديث يطول في هذا الملف. الإسماعيلي والاستفاقة اللي حصلت النهارده برضه بنتابع كلنا نجمنا محمد صلاح في خلال مشاركته مع ليفربول والأرقام القياسية لكل مباراة بيحطمها. ملفات النهارده نجاح مصر في استضافة او اسناد ليها تنظيم دوره الالعاب الافريقيه بعد غياب طويل، واللي هي هتكون مؤشر للاولمبياد ان شاء الله لاستضافه الاولمبياد، كلها يعني بتقول ان هو في الرياضه المصريه ايجابيات. النهارده بس كنا شفنا طبعا ماتش المقاولين والداخليه، شفنا الاداء طبعا يعني كنا نتمنى ان هو الاداء في ماتشات الدوره تكون افضل. طبعا اكتر من ملف هنتواصل فيه مع نجومنا المتواجدين معنا في الاستوديو، كابتن محمد عبد الجليل نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن محلل اي تي سي، منورنا حبيبي يا كابتن. ازيك يا استاذ؟ منور الدنيا. منور حبيبي، الله يخليك. انا والاستاذ خضر الاثنين بقى نشوف هتعمل معنا ايه بقى، كان دايما الاستاذ شبان اللي بتسند معاه. ما احنا اتفقنا جوه ان انا وانت على الخضر وكده، وانت قلت لي ماشي. انت قلت لي ما تصدقنيش. لا واحنا قلنا حاجه تاني كمان، ان احنا اتكلمنا في حته ان انت الاستاذ شبان المره اللي فاتت ما حسبش الجون بتاعك من الاجوان اللي هي اللعيبه الحريفه اللي بتجيب الاجوان، وانا اللي دفعت عنك قلت له الكابتن في الاجوان والنهارده زميلنا في الاخراج وفي الاعداد مجهز لك مفاجاه حلوه كده لما تجهز هبقى نعرضها معاك. الله يكرمك. الله يخليك الاستاذ احمد الخضري، نجم الاعلام والصحافه ونجم اهلا بيك يا كابتن. منور بليغ، منور طبعا جلد حبيبنا اخويا. هنعمل ايه النهارده مع الكابتن عبد الجليل؟ لا جاهزين. لا ما حبيبنا ما نقدرش عليه. حبيبك كابتن. حبيبي. يعني يا استاذ احمد ابدا معاك من يعني من اكتر نقطه الناس اتكلمت فيها اللي هو تاجيل مباراه الزمالك، وان احنا زي ما عرفنا ان الاتحاد رجع من الطريق يعني خلاص قالوا تعالى لف وارجع تاني المباراه تم تاجيلها.
هل دي وقعه يعني غير مسبوقه بتقالوا زي احمد ان الاتحاد الافريقي ما فيش تنسيق والاتحاد المصري يتم الاعلان قبلها بساعات عن تاجيل مباراه؟ بص انا مش بتهم حد معين، بس انا امبارح يمكن اتكلمت قلت على صفحته وقلت يا جماعه مستحيل الزمالك يقع يلعب يوم الاحد ماتش الزمالك يوم الاحد، يعني بالمنطق يعني دي مش فقاقه من يعني اي حد عارف ان في ظروف عندنا خلاص مش مستحيل يبقى في ماتشات كره يوميه. طب انت هل دي مفاجاه ولا معروفه من شهور؟ معروفه من شهور. طب انت بقى بتدي مواعيد بتحط مواعيد الخميس والحد. طب انت اي حد يقول للكاف ان دي مش هينفع اللي هو حصل النهارده. اللي هو حصل النهارده مش اتحاد الكره على فكره اللي خاطب، وزاره الشباب والرياضه هي اللي خاطبت قالت لهم ان يا جماعه مش هينفع يوم الاحد. طبعا منطقي ومعروف زي ما حضرتك قلت من فتره. فنقدم يبقى يوم السبت. طب ما اللي حصل النهارده ده ما يحصل من شهر او يحصل من اسبوعين او من اسبوع. متأخر. ان مش هينفع يا جماعه. فببساطه كان ماتش الزمالك هيتلعب النهارده مع الاتحاد والسجرادة يوم السبت عادي خالص زي ما كان بدل الخميس والحد الاربع وسبت، بدل الفيلم اللي حصل. وانا ما كنتش بنجم امبارح، انا قلت ان هيحصل وهنقعد مع الهزار والماتش ده هيبقى يوم السبت وفي حس بيس وهيتاجل ماتش الاتحاد. طب انت ليه تستنى لما فرقه زي الاتحاد تطلع بالاتوبيس وتعدي في طريق ولا لف وارجع تاني وبتاع؟ هو في كده؟ مفيش كده. انا ازاي يعني يبقى في تنسيق بدري عن كده يا استاذ احمد؟ زي ما حضرتك انت قلت الناس كلها عارفه انه استحاله كان يوم لحد. يعني انت لو اي حد في الشارع هتقول له ينفع ماتش ومحد يقول لك مش ينفع. فهي الفكره ان كل واحد ما بيعملش شغله او كل واحد ما بيتعبش نفسه في التفكير ما بتهمش حد معين. يعني يمكن استاذ عامر الحاج عامر حسين تحديدا راجل الله يكون في عونه وعامل شغله وجدول والكلام ده، بس وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكوره واللي و100 لجنه و100 مش عارف ايه والكلام ده، طب ما تشتغل يا جماعه. طب ما عاد تفكر، اصل مش مجرد انت اجلت ميعاد وخلاص رحلت، لا لا ده وضع ما لا يليق بالكره المصريه ان انت فجاه يقول لك اصل انت اجلت. على فكره الكاف مالوش ذنب، الكاف طلب منه ان انت يا جماعه رجع لنا يوم او عدل اليوم. مش اصل يجي يقول لك اصل الكاف غير زمان وبيلخبط بيلخبط مواعيد ساعات او الكلام ده، لكن فدي لا الغلط من عندنا احنا، ما نقولش كاف يعني. مطلوب يا كابتن عبد الجليل يبقى في تنسيق اكتر من كده واسرع وبدري عن كده. الموضوع ده حصل من وانا في المقصه من وكان الحاج عامر برضه الله يستره. برضه لفينا ورجعنا بالاتوبيس، كنا رايحين القاهره وهنبيت في القاهره عشان نلعب الماتش، لفينا ورجعنا تاني برضه الظروف. عمل ايه بقى معاك الحاج عامر حسين بتقول؟ مش عمال معايا لو احنا رايحين. بس الراجل على فكره ما القصه الحاج عامر الراجل لا عاوز اعرف هو كان بيتكلم على الحاج عامر حسين دلوقتي. لا انا عشان الحاج عامر حسين اهو معانا اهو رد عليه بنفسه. ازيك يا حاج عامر؟ انا بقول ان هو اللي كان موجود ان طارق يحيى كلمه ساعتها وقال الماتش هيتلعب ولا لا، قال له لا يا طارق لف وارجعوا. الحاج عامر حسين فاكر يا حاج عامر؟ الو الحاج عامر معانا؟ ده كل الحاج عامر العمايري بتاع اللوايح مش الحاج عامر. الو الو ازيك يا حاج عامر؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ ده حضرتك الله يخليك. معانا ضيوفنا طبعا الكابتن محمد عبد الجليل والاستاذ احمد الخضري. اهلا وسهلا. الكابتن محمد عبد الجليل لسه كان بيهاجمك دلوقتي، قلت له خلاص انا اجيبه لك هو بقى. انت اتفضل يعني كابتن محمد عبد الجليل، ما اعرفش عملت ايه معاه قبل كده. لا ده حبيبي. لا لا لسه كان بيقول لك انت قلت له بيهاجم براحته. لا يا حبيبي لسه انت بتقول له كنا احنا جايين رايحين نلعب ماتش مع المقصه وقلت له لف وارجع تاني. لا هو حاج عامر بتاع 2010 او 11 وكان في ظروف في البلد ساعتها وكده واحنا ما كناش متاكدين مش عايزين الايام دي هيتلعب ولا لا، فكلمناك فانت قلت لا يعني. لا انت كده الكلام اتغير. لا والله هو كان بيهاجمك قبل ما تدخل يا حاج عامر. اهو الاستاذ احمد الخضري معانا اهو. انا بقول كان نفس الظروف الحاج عامر فيها موجود ساعتها. دلوقتي بتدافع على الحاج عامر، قبل ما يدخل كنت بتهاجمه. لا دي كانت ايام صعبه الحقيقه. وانا كنت شغال مع الانديه بالتليفون عشان الحق اللي هيسافر واللي بيحجز اقامه، لان كان بيجي لنا في كل يوم الماتش ده مش هتلعب، الامن مش موافق هنا. لا احنا الحمد لله في نعمه طبعا يعني النهارده يشوف الفتره اللي فاتت ده عدى. طبعا انا بس بحب اكد انه الحاج عامر حسين من الشخصيات اللي علاقتها كويسه وطيبه بالجميع، ورقم في معادله صعبه يعني الناس كلها تتفق او تختلف وتنتقد الحاج عامر وتهاجمه، لكن في النهايه هو ده مكانه، محدش بيعرف يقعد كده يجيب الجدول ويقعد يسهر عليه يومين كده ويظبطه غير الحاج عامر بصراحه. يعني امور تحسب ليه مهما اختلفنا معاه انتقدناه في امور، لكن لا خلاف عن الحاج عامر من العلامات ومن رموز الكره المصريه، وفي حته كده محدش بيعرف يحل فيها غير الحاج عامر.
ربنا يبارك فيك متشكر باذن الله. ايه اللي حصل بقى في ماتش الزمالك يا حاج عامر؟ ويعني والناس كلها زي ما الاستاذ احمد اتكلم الناس كلها عارفه ان هو طبعا في مصر هيبقى في عرس ديمقراطي واستحاله الماتش يوم الاحد. ليه ايه اللي حصل ان احنا كده يعني ماتش الاتحاد هو جاي من اسكندريه تقول له لف وارجع تاني الماتش اتاجل؟ هو الاستاذ احمد عصبي شويه اليومين دول. ايه؟ ده شكله زعل منك انت مش مع الكابتن عوجي دي. هو عصبي اليومين دول. انت عصبي شويه. لا خالص ليه عصبي ليه؟ لا موضوع الاتحاد الافريقي طبعا ان الكونفدراليه معروفه ان هو بيحدد يوم. بس ايه العصبيه بس يا حاج جابر انا هقطع حضرتك، ايه العصبيه ان انا بقول ان ده استحقاق معروف من اسبوع او اسبوعين او ثلاثه وان المفروض كان اللي حصل النهارده ده يحصل من اسبوع، انا ما قلتش اكتر من كده بهدوء من غير عصبيه خالص. ما انا بحكي لحضرتك الموضوع. الاتحاد الافريقي هو اللي بيحدد مواعيد المباريات الافريقيه، ما بيرجعش للاتحاد. انا مش سامع. وفي اوقات كتير بيبقى بين الاتحاد الافريقي والنادي. والكاف اللي بيحدد المواعيد. النبي على صوتك يا حاج بعد اذن شويه. هم على الصوت. في اوقات كتير بيبقى الاتفاق بين النادي والاتحاد الافريقي عشان امور خاصه بالملاعب والتوقيتات والحاجات دي كلها. والاتحاد الافريقي بيرجع بنسبه كبيره للبث الفضائي والقنوات النقل للمباريات عنده لانه عنده مباريات كتير. فبالتالي اتحاد الكره ما بيتدخلش خالص في مواعيد الاتحاد الافريقي. وانا بالتالي انا بشتغل على مواعيد الاتحاد الافريقي. عشان كده انا من اسبوع غيرت مواعيد المباراه بتاعت الدوري العام. لان احنا لما حطينا الجدول في بدايه الموسم ما كانش لسه مواعيد انتخابات الرئاسه موجوده. فانا عدلت المواعيد بتاعت المباراه الدوري ده كانت 12 13 14 بقت 14 15 16. ومباريات القسم الثاني والناشئين كلها اتعدلت بناء على ميعاد الرئاسه، يعني احنا من بدري عاملين شغلنا وعملنا حسابنا لموضوع الانتخابات. اما بالنسبه للاتحاد الافريقي فالموضوع ده مش معانا خالص. تمام. ملناش دور فيه. يعني الاتحاد المصري ما خاطبش الاتحاد الافريقي عشان التأجيل؟ انا قلت كده. لا ملناش دور فيه خالص، لان معروف ان الاتحاد الافريقي بالنسبه اصلا للكونفدراليه ما بيلعبش الا يوم الاحد. تمام. من اول دوري المجموعات. وبالنسبه لابطال الدوري بيلعبوا الجمعه او السبت. فاي اخطار بيجي لنا من الاتحاد الافريقي انا بعدل المواعيد بناء على المواعيد هو اللي بيحددها. طيب حضرتك فكره التاجيلات برضو انت دايما بتجي لك كل شويه مفاجات في الدوري، ما بتاثرش على الدوري يا حاج وخاصه ضغط المباريات؟ واحنا شفنا السنه اللي فاتت الناس اتكلمت على الاهلي وازاي في مباراه اترحلت للنهايه وفكره ترتيب الماتشات بالنسبه للاهلي ايه باعتباره ان هو اكثر فريق يعني قدامه مواجهات او هيبقى له فيه مؤجلات، الكلام ده كله ما بيأثرش على حضرتك؟ وخلي بالك برضه بيبقى انت في مجال النقد كتير وطريقه الترتيب الدوري والمباريات، فكل ده بيبقى لك حق كثره او التغييرات المفاجئه دي في الدوري؟ اكيد طبعا، خاصه الموسم اللي فات، لان بليغ بيض الموسم اللي فات التغيير اللي حصل كان المفاجئ اشراك الاهلي في كاس العالم للانديه لما اتنقلت للمغرب. الاهلي ما كانش مشارك قبل ما تتنقل للمغرب، وبالتالي لما دخول الاهلي ده ما كانش في الخريطه وانا بحط المشروع بتاع الموسم كله اللي فات. اما بالنسبه لباقي المباريات ان الاتحاد الافريقي بيعدل يوم او يعدل يومين بالنسبه للدوري بالنسبه للاربع انديه بتوعنا دي انا بعمل حسابي في اماكن احتياطي بالنسبه لها، زي الموضوع بتاع نادي الزمالك النهارده والموضوع بتاع النادي الاهلي بتاع الاسبوع اللي فات برضه اللي هي مباراة زد لما مباراة الاهلي اتقدمت يوم. نفس الوضع يعني في اماكن انا بحطها كده احتياطي ان انا اقدر اتصرف فيها. انما الموسم اللي فات كاس العالم الانديه دي مده طويله فدي اللي كانت عامله مفاجاه وعملت مشكله في الاجنده كلها. يعني بالامانه انا السنه اللي فاتت كنت مع الحاج عامر في كان في ماتش اتذكر كان في الاستاد الاسكندريه حاج ماتش فيوتشر وسموحه. وكانت المعضله بصراحه كلنا نقول الحاج عامر هيحلها ازاي خاصه انه كان في انديه ممكن في معرضه للهبوط وماتشاتها مع الاهلي مؤثره، لكن يعني حضرتك يعني كان برضك يعني رغم ان احنا اتكلمنا وكانت العمليه صعبه هنا والاستاذ محمد شبانه فكر اكتر من مره، لكن بصراحه الحاج عامر قدر ان هو برضه يحل كانت معضله صعبه السنه اللي فاتت. اعتقد ان الامور السنه دي اسهل رغم ان هو في ارتباطات اكتر يا حاج عامر؟ طبعا يمكن الحمد لله يعني الموسم اللي فات رغم ان برضه النقد ان الاهلي لعب ثلاث مباريات بعد الموسم انتهى، انما انا كنت مختار الثلاث مباريات دولت مع انديه ما تاثرش نتائجهم مع الجدول الدوري سواء فوق او تحت،
الصعود او الهبوط او الحصول على البطوله. بس الناس بتشوف ان انت بتختار ماتشات يعني ايه على حسب الهواء وخدمه الاهلي، الناس بتبص لها او كده. كان في انتقادات برضو كتير السنه اللي فاتت ان انت ترتب الماتشات اللي هي على حسب يعني الاهلي، تجيب ماتش ما كانش ترتيبه هنا وتاجل يعني اللخبطه اللي كانت حاصله دي هي حاله المشكله. بس برضو كان في انتقاد لحضرتك وقتها لو تتذكر. لا اصل في الاخر ده دوري كله هيلاعب بعض، فانت ده الميزه بين الدوري وبين الكاس. يعني الدوري لازم الانديه كلها تلعب بعض، وبعدين انت لو عملتها بالترتيب كانت هتبقى مشكله في الوقت دوت، لانك انت نادي الزمالك كان عنده البطوله العربيه، والبطوله العربيه كان معاده يوم 20، فما اقدرش اسيب الزمالك انه ينهي مع الاهلي لانه كان لازم يسافر البطوله العربيه، فكنت لازم ما اجلش للزمالك مع المؤجلات الاهلي عشان ينهوا مع بعض عشان يقدر يلعب في البطوله العربيه. لو حضرتك تفتكر موضوع البطوله العربيه، فده كان سبب من الاسباب. نمره 2 كانت لازم احدد الانديه اللي هتلعب في بطوله افريقيا، فكل كان المربع ما كانش فيه مشكله خالص السنه اللي فاتت الحمد لله، والانديه كلها كانت واضحه اللي لها حق الاشتراك في البطوله بتاعت افريقيا سواء ابطال الدوري او الكونفدراليه. فكل امور لازم تحلها، انت لازم تحل. لو انت مشيت بقى مثلا عندنا الاربع انديه دلوقتي بيلعبوا في افريقيا، الاربعه لو كملوا مع بعض لغايه النهائي، وده اللي نتمناه ان شاء الله، هتلاقي في الاخر المؤجلات متساويه، مش هتلاقي الا الفتره بتاعت النادي الاهلي بتاعت كاس العالم الانديه هي اللي عامله الفرق. انما لما مثلا ناديين او ثلاثه بيطلعوا ونادي بيكمل، وده حصل مع نادي الزمالك في 2015 على ما اتذكر، كان الاهلي لعب كل ماتشاته والزمالك هو اللي بيتاجله، ان الاهلي كان خرج وقتها من البطوله. وترجع ناس بتتكلم عن مبدا تكافؤ الفرص وانه كله يلعب. فبالتالي انا لو ريحت الانديه كلها مع المؤجلات مع النادي اللي هيكمل، يبقى الانديه هي اللي هتتظلم، لان لما تيجي هتتضغط بالضغطه بتاعت النادي اللي هيكمل. يعني هيفضل 20 يوم ما يلعبش زي الاهلي في كاس العالم مثلا للانديه او السوبر الافريقي اللي اتلعب، وبعدين يجي مره واحده هم لعبوا ثلاث ماتشات في ست ايام سبع ايام. طب ما الانديه هي اللي هتتضر، يبقى هيقف مده طويله ما بيلعبش، وتلاقي النادي مثلا زي الاهلي بيلعب وهيرجع وهو بيلعب، وبيت الانديه هريحها عشان نمشي المباراه متساويه. لا مشكله كبيره انك انت طبعا انك انت تمشي بالمباراه بالتساوي، لان في انديه كتير هتتضر الحقيقه. طب حاج عامر انت بقالكوا كتير ما تشكرتوش صح؟ فندم؟ بقالكوا كتير ما حدش شكركوا. لا يعني نادرا، يعني من على ما اوعى كده من سنين طويله. ايوه ممكن تبقى مجامله كده من لا يعني. لا انا ما بجاملش، انا بشكرك كعضو مجلس اداره مش لجنه مسابقات دلوقتي، او يعني هي تعتبر برضو على ايه بقى؟ على لا دوري الناشئين يا كابتن في القطاعات خصوصا الجيزه، يعني لا في انضباط وفي تركيز وفعلا الناس اللي بتنقي اللعيبه وبيجي يعرفوا اسامي احسن لعيب في الفرقه دي واحسن لعيب دي، يعني انا شايفها فبشكركم عليها برضو، وارجو الله يخليك كابتن، واحنا اللي في المطبخ هناك يبقى عيونكم يا حاج عامر يعني دي. لا ربنا يكرمك، احنا طبعا عندنا دوري القسم الثاني الف الحقيقه على اعلى مستوى، والناس دلوقتي بدات تعرف اللعيبه كلها، المباراه بقت منقوله، في لعيبه من دلوقتي راحت انديه دوري ممتاز في يناير هتلاقيها اتنقلت، من لما جمعنا اقوى 20 فريق في بطوله لوحدهم في القسم الثاني الف، فبقت المباريات متكافئه، الفرق بين الاول والسادس تلاقي ثلاث نقط ونقطتين، فتهيألي الدوري ده برضه هيعمل طفره. مباريات الشباب كلها الجمهوريه كله الحمد لله بيلعب اسبوعيا مره في الاسبوع دلوقتي، الا لو في حاله تجمع منتخب 2005 2008 فبيتضغطوا اسبوعين بس، لان احنا بدانا بدري في الميعاد الطبيعي السنه دي. لا القطاعات كمان شغاله كويس يا حاج. فكنا دايما بنتاخر عشان القيد، القيد لازم يفتح مع الفريق الاول، فالفريق الاول كان بيتاخر الدوري بتاعه. فالحمد لله كله بدا بدري، فما فيش ضغط على الشباب والناشئين، فالحمد لله يعني الامور في الاحسن يعني. طب الكابتن عبد الجليل شكر الاتحاد، انا عاوز بقى اقول لك حاجه كانت الناس بتنتقدها الفتره اللي فاتت، والحديث عن فيتوريا المدير الفني، وان هو لما احد اتحاد الكوره ذكر ان هو فيتوريا بيتوسط لنادي الزمالك للشبونه، والبعض انتقد كده سواء قال لك ان هو مش دور فيتوريا، والبعض كمان تاني كان لك زي يعني البعض قال لك لا ده كمان اعلان عضو اتحاد الكوره كان ممكن هو السبب افشل
فكره المفاوضات بين نادي الزمالك ونادي لشبونه، وكمان الناحيه الثانيه في الاهلي الناس شافت انه لا، المدير الفني ده مش دوره ان هو ينحاز لنادي لحل ازمه نادي معين. فحضرتك شفت الازمه دي ازاي؟ واكيد يعني اتطرحت في اتحاد الكوره، خاصه انه البعض كان انتقد فيها تصريحات لاحد اعضاء مجلس الاداره. لا، الامور اللي زي ديت طبعا المفروض ان احنا ما نقحمش الراجل المدير الفني. المدير الفني من اول ما جاء مركز على الكره المصريه 4 سنوات، اول عقد يتعمل لمدير فني المده دي كلها. الراجل بيروح تدريبات الناشئين من اول 2005 وكل مراحل الناشئين، وكان 2003 قبل كده. فالراجل بيخطط لمستقبل الكوره بتخطيط كويس، فالطبيعي ان احنا ما نقحمهوش بالكلام دوت. واللي انا عارفه ان بنجادة هو اللي كان داخل في الموضوع دوت، وبنجادة ليه تاريخ مع نادي الزمالك وهو قريب من الانديه هناك. فطبعا انا بس يا حاج الاستاذ احمد اتفق معايا ان هو كان تم يعني اعلان عنه ان هو اتقال ان هو طبعا ان هو احد اعضاء مجلس اتحاد الكره، هو اللي ذكر يعني حصل ان هو قال ان انا بقول لحضرتك انا ضد اقحام المدير الفني في اي امور بعيد عن المنتخبات، سواء بالكلام او لو حد بقى عايز يعني يقول ان الراجل بيساعد ولا حاجه، فطبعا ممكن يكون جانبه الصواب في الموضوع دوت. انما انا طبعا ما اعرفش حقيقه الموضوع ايه، انما هو بصفه عامه انا مدير الفني عنده شغله بيشتغله، عنده مصلحه اللعيبه بتاعته، ممكن يكون بيراعي مصالح اللعيبه بتاعت المنتخب. فحضرتك لو تفتكر ان اخر معسكر كنت انا رئيس البعثه في الامارات، وطلب ان الكابتن حجازي يجي رغم ما كانش لسه بدا يلعب، وحضر المعسكر مع الفريق وراح معانا المباراه بتاعت الجزائر عشان يحوط على اللعيبه. وكان طبعا كل كلامه نتمنى ان الكابتن الونش يرجع تاني للفورمه بتاعته عشان يبقى الهيكل بتاعه اللي هو بيكونه من اول ما جه يبقى موجود. فالراجل الحقيقه بيركز على كل التفاصيل وبيعمل كل اللعيبه زي اخواته، فمش عايزين نقف على الحته ديت لان داخلين على أمم أفريقيا وبقية تصفيات كأس العالم. أيا كانت اختياراته بقى يا حاج أنتم ما تتدخلوش فيها، سواء بعض الناس بيقول لك لا ما يضمش لعيب معين يضم لاعب، ده أنتم شايفين إن هو ده قراره هو. ولا هي شخصيته تقبل الكلام دوت، لأن أنا أول واحد اتعاملت معاه من يوم ما جاء كنت لفينا على الأندية كلها عشان يشوف الملاعب الأندية وبيعملوا استشفاء إزاي والتدريب إزاي، وقعد مع مديرين فنيين يعرف إيه مشاكلهم والموضوع ده كله. شخصيته قوية جدا، هو يمكن هادي جدا ما بينفعلش إلا نادرا، انما شخصيته جامده جدا. ما حدش ولا احنا ما بدانا في مجلس الاداره ان حد بيتدخل في شغله نهائي. حتى الكابتن حازم المشرف هتلاقيه وقت المباراه حتى بيعرف التشكيل بعد ما اللعيبه بتعرفه. فالامور دي لا، الامور دي مش ماشيه ولا حد يقدر يفرض على الراجل حاجه. ولا من مبدا الاداره ان الاداره تتدخل في لعيبه خالص، يعني الموضوع ده مستحيل جوه اتحاد الكوره. طب انا اسالك اخر حاجه 3 اسئله سريعه كده يا حاج، وعاوز رد برضو سريع من حضرتك. فكره المدير الفني لاتحاد الكوره، هل تم الاستقرار على الملف ده وليه تم طرحه تاني؟ وهل بالفعل لا لسه لا الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي ان هو الزمكم ان هو يبقى فيه موجود مدير فني للاتحاد؟ اولا يبقى فيه مدير فني او مدير تطوير. يا ده يا ده يعني. بس لسه لم يتم الاستقرار. يقدم خطه خطه الفتره اللي جايه عشان يقدروا يقدموا الدعم ويطلعوا التصاريح بتاعه الرخص بتاعه المدربين. طب الاكثر او الاقرب المدير الفني المنتخب المصري ولا اجنبي؟ لا والله ما اقدرش اتكلم قبل كم مجلس اداره، ما اقدرش اتكلم خالص. طب لكن فكره لسه يعني في ما اتحسمش سواء مصري او اجنبي لسه من تنزيل قرار مجلس الاداره؟ لا لا بس غالبا يبقى مصري يعني، ما اجنبي دي صعبه دلوقتي شويه. تمام. طب كاس الرابطه، هل في حد بالفعل اعتذر من الانديه ولا كلها كان مجرد تصريحات ما فيش حاجه وصلتكم رسمي؟ لا احنا بعتنا جوالات الاسبوع اللي فات عشان ناكد على الميعاد اللي احنا بعناه في بدايه الموسم للانديه كلها، ولغايه دلوقتي ما حدش بعت اعتذر. الناس شافت لما حضرتك قلت اللي مش هيشارك هيخسر مليون جنيه، مش شايف انه كلمه مليون جنيه دلوقتي مع المصاريف الكبيره في الانديه دي يا حاج عامر يعني الناس ما استقبلتهاش برضو يعني ان هو طب المليون جنيه مش هو اللي هيبقى يعني اللي هيفرق مع النادي عشان الاعتذار؟ لا انا مش هفرض على النادي ان هو يشترك بالعافيه، لان كاس الرابطه مش هيبقى اعلى من كاس مصر، لان كاس مصر حضرتك عارف يمكن معلومة دي ناس كتيرة مش عارفاها، بس فرصة حضرتك بتديها لي ان انا اوضحها وافكر الناس بيها. احنا كاس مصر بنبعت للاندية كلها المشاركة في اتحاد الكورة من اول الدرجة الرابعة للممتاز، وبندي لهم مهلة معينة عشان الاشتراك، واللي مش عايز الاشتراك ما بيشتركش وما بيتعاقبش اصلا. طيب بالتالي موضوع المليون جنيه دوت ده اكتر كمان من كاس مصر، يعني في كاس مصر ما فيهوش عقوبة لكن العقوبة موجودة في كاس الرابطة.
دي موجوده عشان المكافأة في مصر يعني. انت ما تديش فلوس الانديه عشان يلعب في كاس مصر، انما بطوله الدوري الرابطه بتطلع مليون جنيه لاول مره تحصل لكل الانديه المشاركه 18 نادي. طب اخيرا كاس السوبر في جديد برضو بالنسبه للفرق المشاركه، ولا الامور ده الملف ده اتقفل وانتهى تمام الحديث؟ لا مقفول من زمان، من يوم المؤتمر اللي اتعمل وجم الاخوه بتوع مجلس ابو ظبي كانوا موجودين في القاهره من اكثر من شهرين، وكان تم تحديد الاربع انديه والمواعيد بتاعتهم يوم 25 ويوم 28، كل يوم في مباراتين والانديه متحدده، وما كانش في اي فتح للموضوع يعني التغيير. طب المنتخب كده ان شاء الله كل التمنيات ليه طبعا، خلاص الناس كلها بطوله امم افريقيا والناس كلها بدات يعني تنشد للمنتخب وبدات تفكر فيه، الناس بس مترقبه الوديه، هل تم تحديدها ولا لسه اللي هي هتبقى قبل او في المعسكر الختامي اللي هي هتبقى البروفه الختاميه للبطوله، هل تم تحديد وديه ولا لسه حاجه؟ لا لسه ما تحددش، لانه لازم مستر فيتوريا هو اللي بيحدد المستوى اللي هو يعني هو لسه ما طلبش ماتشات كده ولا لسه انتم ما وصلتوا ما عرضتوش عليه بعض الفرق؟ ما حددش الدوله اللي هو عايز يلعبها، لان هو كان بتردد ان هو مش عاوز فرقه من الـ من الـ من المستوى الاول، عاوز يعني مش فرقه يعني تكون في من عيار الثقيل زي ما بيقولوا يعني، وعاوز فريق يكون يعني بس هو اللي يختاره هو اللي هيمشي، هو اللي يختاره هو اللي عارف مصلحته فين والبرنامج بتاعه ايه. يعني اللي تم طرحهم الفتره اللي فاتت كان موريتانيا وغينيا من الاسماء اللي هو اللي احنا كنا سمعنا ان هو ممكن ان يتفاوض معاهم اتحاد الكوره. لا ما فيش حاجه لسه مؤكده، انما بيطرح عليه بعض الدول والتصنيف اللي هو طالبه، وبعد كده في الاخر هو اللي بيختار، لان القرعه ما في الجدول موجود بتاع الامم افريقيا موجود ومعروف بعد كده في الادوار اللي بعد كده مين هيلاعب مين وهو هيلاعب مين من انه مدرسه اللي هيلاعبها في المنتخبات الثانيه، فبالتالي هو لازم هيتأنى ان هو يختار المنتخب اللي عايز يلعبه. طب برضو عشان المنتخب الاولمبي يعني ناس كتيره يعني بتقول ان انتوا مش مديله حقه وما بتتكلموش عنه، فانا اسالك برضو ايه بالنسبه للمنتخب ومكالي، هل هيبقى في معسكر ليه في يناير اللي جاي؟ لا المنتخب الاولمبي الحقيقه من بدايه وجود مستر مكالي راجل طبعا على اعلى مستوى في ناحيه التدريب، واخد ميداليه ذهب مع البرازيل قبل كده، راجل شغال راجل بصفه جديه، كنا بنعمل له وكنا بنتفق معاه ان كنا بنديله فراغات، لان حضرتك عارف المنتخب الاولمبي ده مش اجنده دوليه، فما كانش ليه مساحات وهو كان جاي في وقت ضيق جدا، عملنا لهم فراغات في الجدول الدوري من غير ما حد يحس، وكان بيبلغني باللعيبه اللي هياخدها وانديه معينه، فكنت ببعد ماتشات الانديه ديت وسط الجدول عن بعضها شويه مبارياتهم، وكان بيتجمع خارج الاجنده وكان بيلعب من مباراه وديه خارج الاجنده. المعسكر اللي فات يمكن الناس بس قالت ان هو ما لعبش مباراه وديه، ان كان في اتفاق مع منتخب امريكا، وبعدين لما حصلت الاحداث الاخيره ديت في فلسطين فطبعا امريكا رجعت كلامها في موضوع المباراه ده، بس اللي كان المباراه اللي كان طالبها وتاجلت، انما الاجنده اللي جايه هيبقى موجود وهيعمل مباريات والناس شغاله يعني وبتتفرج على كل المباريات، والحمد لله ان اللعيبه في الاول بدايه شغل الراجل اللعيبه كانت بتلعب في الدوري الممتاز كانوا 2 3 اللي بيلعبوا دلوقتي الحمد لله، من بعد المنتخب الاولمبي ما اتكون ووصل نهائيات اغلب اللعيبه او 95% منهم بيلعبوا في الانديه دلوقتي. ده حقيقه يعني بصراحه هو يحسب لميكالي ان هو اللعيبه قبل ما ينضموا للمنتخب ما كانش بيلعبوا، بالعكس ده هم المنتخب هو اللي اظهرهم وبداوا يلعبوا في انديتهم، بس كده واضح انه ما فيش معسكر في يناير يا حاج، هيبقى في مارس بقى بعد البطوله امم افريقيا اللي لا هيجمع برضه هنعمل له برضه فراغات في وسط كاس الرابطه ان هو يلعب مباراه او مباراتين ان شاء الله، بس برضه لسه ما تمش تحديدهم يعني. لا لسه هو المديرين الفنيين هيرجعوا قبل امتى بقى ان شاء الله من بره؟ فيتوريا هيرجع يوم 10؟ لا في اليومين دول كلهم هيوصلوا ان شاء الله. ان شاء الله كده بالتوفيق يا رب للمنتخب الاول ومنتخب الاولمبي ان شاء الله، كل الشكر للحاج عامر حسين على التوضيح والانتقال معاه من اكتر ملف، كل الشكر ليه. هنطلع دلوقتي مع تقرير عن تاجيلات الدوري تتواصل بسبب ارتباك مواعيد افريقيا، وبعد التقرير ده هنطلع فاصل.
في سيناريوهات أصبحت معتادة، قررت رابطة الأندية تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري، وذلك بسبب قرار مفاجئ من الكاف بتقديم موعد مباراة الزمالك وسجرادا الأنجولية ليوم السبت بدلا من الأحد. الأمر نفسه تكرر مع الأهلي بعدما قررت الرابطة تأجيل مواجهة الأهلي أمام زد بسبب تقديم موعد مباراة الأحمر أمام شباب بلوزداد الجزائرية، حيث كان مقررا لها أن تقام يوم السبت وتم تقديمها ليوم الجمعة، وليس هناك مبرر واضح لهذه التأجيلات، وهل هي تأتي بقرار من الكاف أم تأتي بعد طلبات من الأندية؟ ولكن في النهاية يؤدي ذلك لارتباك واضح في جدول الدوري، حيث إن هناك أندية في جدول ترتيب الدوري وصلت للعب 8 مباريات. وأكد مسؤول الرابطة في وقت سابق أن هذه التأجيلات تتسبب في أزمة بجدول الدوري وقد تؤدي لإنهاء المسابقة متأخرا، خاصة وأن هناك ارتباطات كثيرة هذا الموسم سواء للأندية ومشاركة الأهلي في مونديال الأندية إلى جانب بطولة سوبر الأبطال التي ستقام في الإمارات بنهاية ديسمبر، إلى جانب الارتباطات القارية للمنتخبات كمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية في يناير. فهل ستستطيع الرابطة أن تحل هذه الأزمات التي من المرجح أن تزيد خلال الفترة المقبلة بسبب مواعيد المباريات الإفريقية الغير محددة؟ يخوض الرباعي المصري الأهلي والزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر تحديا جديدا في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يستضيف الأهلي منافسه شباب بلوزداد الجزائري في 6 مساء الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة، حيث يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه شباب بلوزداد برصيد 3 نقاط في المركز الثاني، ثم مديامة الغني بنفس الرصيد في المركز الثالث، ويانج أفريكانز التنزاني بنقطة وحيدة في المركز الأخير، بينما يستضيف الزمالك منافسه سجرادا الأنجولي في 6 مساء السبت باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دوري المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يتصدر الزمالك ترتيب الثانية برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه سجرادا بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم أبو سليم الليبي بنفس الرصيد في المركز الثالث، وسوار الغني في المركز الأخير بدون نقاط. ويحل بيراميدز ضيفا على سان داونز الجنوب افريقي في ملعب لوفتس فيرسفيلد في مدينه بريتوريا يوم الاحد 3 عصرا ضمن مواجهات الجوله الثالثه لدور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا، حيث يحتل بيراميدز المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد سان داونز المتصدر، وأيضا مازيمبي الكونغولي صاحب المركز الثاني ونوازيبو الموريتاني صاحب المركز الثالث. ويحل مودرن فيوتشر ضيفا في 9 مساء الأحد المقبل بملعب 5 جويلية أمام اتحاد العاصمة الجزائرية حامل اللقب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية،
حيث يحتل مودرن فيوتشر وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط متساويا مع المتصدر اتحاد العاصمة، بينما يأتي الهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقية في المركزين الثاني والثالث بدون رصيد من النقاط. فهل ينجح الرباع المصري في التحدي الإفريقي؟ لا صوت يعلو داخل اتحاد جدة السعودية فوق صوت مونديال الأندية الذي تستضيفه جدة من 12 إلى 22 من ديسمبر المقبل. وسيبدأ الفريق مشواره في البطولة بمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندية، وفي حال تخطيه سيواجه الأهلي في المواجهة التي تشغل بال كل جماهير الوطن العربي بكل ميوله وانتماءاته. الاتحاد يدرك أهمية مباراة أوكلاند، لكن تركيز الإعلام والجماهير والجهاز الفني بقيادة مارسيلو جاياردو على مباراة الأهلي، لذلك بدأ يضع استعداداته حاليا من أجل وصول الفريق لأفضل حالة فنية، وسيعول كثيرا في تلك البطولة على جاهزية نجومه المحترفين من أجل تخطي المارد الأحمر. العديد من المحترفين لدى الفريق بحالة بدنية جيدة مثل جوتا وكورناردو وعبد الرزاق حمد الله وفيليبي وفابينيو وجروهي، وجميعهم جاهزين لخوض غمار البطولة من البداية، وهناك بعض الأسماء ربما تغيب ضد أوكلاند لضمان وصولهم لمباراة الأهلي، وهم بقمة جاهزيتهم البدنية بعد الإصابات التي ضربتهم الفترة الماضية. أبرز النجوم الذين يتم تجهيزهم حاليا لمباراة الأهلي كانتي الذي من المتوقع جاهزيته خلال أسبوع، في حين يتم تجهيز بنزيما ورومارينهو وربما يلحقان بمباراة أوكلاند في حال اكتمال تعافيهم، في حين أن حجازي يكمل استعداداته البدنية حاليا للوصول لبداية البطولة، وهو قادر على المشاركة في المباريات بعد فترة غياب لمدة 6 أشهر بعد الإصابة التي ضربته في نهاية الموسم الماضي. فهل ستنجح خطة الاتحاد في تخطي الأهلي، أم أن المارد الأحمر سيكون جاهزا كما عودنا للوصول لنصف نهائي المونديال من بوابة العميد السعودي؟ اهلا بكم من جديد. يعني كل الشكر للزملاء في الاعداد والاخراج، عايشونا بهذا التقرير الرائع عن كاس العالم، دخلونا في الاجواء مبكره، وده خلينا ننتقل الى الحديث عن النهارده. طبعا زي ما احنا عارفين انه الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا هو من اعلن القوائم. النادي الاهلي وكان مخبي شويه وما كانش حتى الان اعلن القائمه، لكن النهارده الاتحاد الدولي هو اعلن القائمه. واحنا كنا هنا من يومين انفردنا مع الاستاذ محمد شبانه وفقا للملف الطبي بأبرز المستبعدين. خلينا نستعرض معكم سريعا الأسماء القائمة. في حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء،
الدفاع اكرم توفيق، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، علي معلول، كريم الدبيس، ياسر ابراهيم، رامي ربيع، محمد عبد المنعم، في الوسط عمرو السوليه، مروان عطيه، ديانج، افشه، امام عاشور، واحمد نبيل كوكا، في الهجوم حسين الشحات وبيرسي طاو، طاهر محمد، كريم فؤاد، وكهربا وموديست. طبعا المستبعدين كلنا عارفين انه ابرز الاسماء صلاح محسن واحمد عبد القادر، دول الاسباب الفنيه. طبعا بعد كده كريم نيدفيد، محمود متولي، رضا سليم، وزعلوك، وكريستو، دول ابرز المستبعدين. كان في حاجه مفاجاه ليك يا كابتن عبد الجليل في قائمه الاهلي؟ هي القائمه حلوه، بس طبعا صلاح محسن واحمد عبد القادر، وبرضو على مضض كده كريستو. يعني انت كريستو لعيب كويس، بس وجبناه من فتره ويعني كان اتعار. يعني طب كان هيدخل القائمه على حساب مين؟ ما ده السؤال، يعني يدخل على حساب مين؟ طب جه وليه؟ ما هو انا عشان اجيب لعيب محترف، او المفروض ان هو كان تحت السن لسه وناشئ. يعني حتى لو اللعيب المحترف يعني مش في مستواه، تفضل ضمه على لعيب مثلا موجود بيلعب، او طالما جبته ودفعت فيه دولارات يا استاذ بليغ وفضلته على ابناء النادي يبقى اخده. يعني دي حتى نقطة جدل، الناس تقول لك طب صلاح محسن ولا مودست في الوقت لا ده؟ لا طبعا صلاح محسن طبعا قده 30 مرة، بس هو انا اللي جايب مثلا مودست، فما اقدرش استبعده وانا جايب. يعني الدولارات هي اللي حكمت في ان هو استمرار مودست على حساب صلاح محسن وتصميم كولر. انت فاهمني؟ انما صلاح باللي هو يعني مش كويس، بس احسن من مودست. عبد القادر اللي هو خلاص ده يعني يعتبر اخر شهور يعني في النادي الاهلي، يعني بعد استبعاده من البطوله اعتقد ان هو خلاص يعني بنسبه 80-90% هيغادر النادي الاهلي. طبعا هو بالفعل يعني عبد القادر اصبح على اعتاب رحيل النادي الاهلي. نادي سموحه تحدث مع عبد القادر على ان هو انتقال الى سبيل الاعاره، لكن عبد القادر رفض وتمسك بالبحث عن عرض خليجي. هو الان يرفض الاستمرار في الدوري المصري ويبحث عن عرض خليجي. طبعا برضو كان يعني كان من ضمن الاسماء اللي طلبها، طبعا احنا عارفين سموحه والنادي الاهلي كل موسم بيبقى فيه صفقات. كان سموحه طلب زعلوك والسيرد باك الشاب معتز، لكن المفاجاه ان هو معتز طبعا محمد من الاسماء اللي هو كان طلبها نادي سموحه، لكن المفاجاه ان كولر رفض تماما وقال ان هو زعلوك ومعتز دول من يعني اللعيبه اللي هيكون ليهم مستقبل معايا. وفكر الناس انه قال لك كان السنه اللي فاتت كوكا من الاسماء اللي كان طلبها برضو سموحه، لكن هو تمسك بيه وقال انه هياخد فرصته، وبالفعل السنه دي خد فرصته. يعني زعلوك ومعتز هو من شافهم من اللعيبه اللي هيكون ليهم مستقبل مع النادي الاهلي. عبد القادر استاذ احمد، تتفق معانا ان هو خلاص ايامه اصبحت معدوده في النادي الاهلي؟ طبعا، بس الاول انا عايز اتكلم القايمه. احنا القايمه المعلنه، القايمه الرسميه، القايمه مش الرسميه، تسريب القايمه مش تسريب القايمه، ليه؟ ايه ده كله؟ هو اي حد ماشي في الشارع هتقول له قايمه الاهلي هيتكلم بس عبد القادر موجود ولا لا، صلاح بس موجود ولا لا، مش كيمياء. انت بتخبي ليه؟ حتى القايمه المحليه بيخبيها يا فندم. حتى دلوقتي وانت ادرى طبعا مفيش سر دلوقتي، خلاص احنا دلوقتي انت بتجيب خبر لازم في ساعتها بتقول عشان الخضر هيقولوا بقى قبليه. طيب. ما الخبر ما بيقعدش ثواني مش دقايق، خلاص ده الفيفا اللي اعلن قبل ما يعلن. لا ما يصحش ان انت دلوقتي احنا بناخد الاخبار من الفيفا ان انت القايمه، طب ما انت بعتها، طب ما اتبعتت خلاص. وحتى اللعيبه يا استاذ احمد المفاوضات بردك مع الانديه او المدربين، اللعيبه بردك احنا في مصر بيبقى سر حرب، احنا برضو بنستقيم الصحف الاجنبيه ده حتى مدربي الاهلي لما بتعرف مع مدرب او الزمالك بتعرف مع مدرب بنعرف من بره. القصه دي خلاص عاف عليها الزمن، القصه ان انت تخبي او ما تخبيش، مخبي هنا ما بره ما بيخبيش. لا يعني انت حتى في اي قايمه خلاص الاهلي تحديدا ما بقاش يعلن القايمه بتاعته. ليه؟ القايمه المحليه، انت قايمه دي كاس العالم وكلنا عارفين القايمه والبرامج كلها والمواقع كلها كانت في القايمه، انت جاي النهارده تقول القايمه الرسميه، يعني امر مش صح. لكن طبعا عبد القادر طبعا خلاص كده، عبد القادر اكيد ان الموضوع علاقته بالاهلي انتهت من يعني دي كانت يعني عارف ايه زي بيقولوا الاعلان الرسمي لنهايه علاقه عبد القادر بالاهلي، لكن هي بقى لها شهور منتهيه الجفاء اللي بينه وبين كولر. ولكن رغم ده كله انا شايف ان اختياراته معظمها منطقيه، يعني بنسبه 99% 98% منطقيه. اي حد هيقول لي زي ما انت قلت كده، هات طب شيل لي ما اشيل حد. انت هتتكلم في خالد عبد الفتاح اخده ولا اخد صلاح محسن؟ وحق ربنا احنا والكابتن سيد معوض معايا هنا المره اللي فاتت
كان قلت ان صلاح محسن اولى، بس هو اتكلم بنظريه ان برضو ان ممكن تلاقي ان ياسر ابراهيم برضو مش محمد عبد ممكن برضو لسه مش سليم قوي، فهو قال لك افضل مدافع على مهاجم. لكن انت دلوقتي انت مسافر، انت خليك صريح في مودست، انت دلوقتي مسافر بمهاجم واحد وهو كهربا، انت دلوقتي الاهلي اللي رايح المونديال بمهاجم واحد، ما مودست هو واخده كده عشان حبيبه يعني، عشان لا هو اللي جايبه زي ما كابتن عبد الجليل قال ما ينفعش اقعده، لكن انت الاهلي منطقيا انه يبقى في كاس العالم يبقى باكتر من مهاجم. يعني تتوقع ان مودست ما يكونش ليه مشاركه في البطوله؟ لا هيشاركوا طبعا. بس المهاجم الرئيسي انت شايفه؟ لا هيشاركوا. امبارح استاذ يوسف سبانا سالنا كلنا يعني هيقول في كاس العالم، فانت ايه رايك؟ لا اصل كاس العالم مش 100 ماتش هو في الدوري يعني هيقول لا لا يعني كاس العالم لا كاس العالم الاهلي لو عدى اتحاد جده هيقول لكن ما عداش مش مودست. هيقول لا الاهلي بكلمك على مودست. ايوه ما هو مودست هيلعب امتى؟ هيلعب ماتش اتحاد جده ده مكهرب يا سيدي. لو ممكن يبدا بيه استاذ احمد يعني ممكن يلعب هو. لا طبعا هيجيب معاهم ممكن يلعب يبدا بيه يا كابتن. لا طبعا لا طبعا يبدا كهربا طبعا. ما انت معاك كهربا وممكن يلعب بيرسي تاني. لا كهربا كهربا طبعا كهربا امره منتهي. لكن انا بقول ايه بعد كده الاهلي لو وصل بقى كمل في البطوله هيديله فرص اكتر وبتاع، لكن انت ماتش اتحاد جده ده ماتش طوله انت مكمل يا هتخرج، فصعب ان هو يديله يعني، لكن لازم منطق ان هو ياخده يعني الفلوس دي كلها والدولارات زي ما قلت ان هو اللي جايبه هو مرشحه مش هيقعده طبعا يعني. وبدليل ان هو عمال يديله 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 ده امر منطقي يعني، لكن في المجمل انا شايف ان القائمه منطقيه طبعا منطقيه. طب المفاجاه برضو ان هو كولر يعني تمسك برضو بمودست ورفض فكره رحيله في يناير ايا كان الاداء في كاس العالم، رافض ربط مصير مودست. لا ده قاعد مودست قاعد رافض ربط مصير مودست بكاس العالم طبعا. يعني بقول لك لا مودست ظهر في كاس العالم سمع ما سمعش هو مستمر مع النادي الاهلي، ما فيش فكره رحيله في يناير هو مستمر لنهايه الموسم، وطلب مدافع وظهير ايسر وقال لك يعني ايه ممكن احنا ايه جنب مودست يعني نجيب مهاجم محلي مش محتاج يعني حد محترم. نص التصريح الثاني ده ماشي، انما الاولاني ده ان مودست اداء مش بمزاجه، لان لو صمم ممكن هو ومودست يمشوا، لان اخر جلسه كان فيها قرصه جامده قوي. ايه بقى اللي سمعته في الاخر جلسه دي؟ القرصه دي كانت من مين وعشان مودست تحديدا ولا لا؟ مش ولا بصفه عامه الكابتن الخطيب قعد مع الجهاز وقعد مع الراجل وشدهم يعني قال لهم يا جماعه لا المنظر وكده ولازم يبقى في شده، انما مش يعني ممكن يعني كولر يكون ضحيه عناده وتمسكه بمودست يدفع ثمنه غالي؟ مش 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 هيدفع ثمنه غالي، بس لا هيبقى في لو الراجل ده ما ظهرش لغايه شهر واحد كده كده العقد بينهم وبين أنا ممكن انهي عقدك لو انت ما اديتنيش. لا هو اصل هي الفكره في حاجه، الفكره دلوقتي اما هو يجي يقول ان هو يمشي في يناير هو كده بيفشل نفسه بيقول ان انا غلط وصعب قوي من طريقته من عناده بتاع ان هو يعترف بغلطه، فهو هيراهن معاه لاخر لحظه واخر نقطه مش يعني هو اللي جايبه هو اللي مراهن عليه او بس الكلام ده. بس الاداره هتسيبه يا سخوداري؟ اه هتسيبه هتعمل ما ايه؟ ما هو انت عايز فيرود لا تاني. ما هتسيبه ما هو قال لك هات مهاجم هات مهاجم محلي محلي وهو المدرب المسؤول وهو المسؤول وهو بيراهن برضه ان هو يعني بيحارب الطبيعه ويحارب الزمن حارب كل حاجه ان هو يطلع قماش يبقى هو انتصر على الكل نسبة ضعيفة بس برضو في دماغه، لكن هو مش هيسلم مش هيرمي الفوطة. اصل معنى كده يقول لك مودست يمشي ان انا ما مدرب فاشل ما بعرفش انقي لعيبة مع اني مش عارف ايه، فمش هيوافق بسهولة يعني. اصل المشكلة استاذ خضري ادينا النهاردة شفنا المقاولين انا بتفق لا مقاولين ايه يا راجل؟ شفناه يعني مودست هو الراجل عشمان ان هو يكسر الدنيا في الدوري المصري هنا لان الفرق هو التحدي هو مودست جاي ولكن هو لعب شويه ماتشات برضه مع فرق ما هو مش عارف يجيب جون. بمناسبه المقاولين النهارده برضه احنا هنخرج موضوعنا بليغ بس موضوع ماتش المقاولين احنا بس معانا الكابتن اكمل بس دقيقه اكمل طيب. اكمل اتكلم احنا بقى لنا ساعه ما قلناش دقيقتين ما اتكلمناش فسيبني دقيقه اتكلم يعني. اتفضل ماتش المقاولين والاتحاد ده النهارده يا جماعه انت ضيعت نفسك 90 دقيقه بتتفرج على كوره حرام يعني انا نفسي لو انا بايدي ان الفرقتين دول يخسروا طبعا المقاولين والداخلين انتهى 0-0 يعني يخسروا بصراحه يعني الفرقتين يتحرموا تعرف انا نمت مرتين في الماتش واصحى الاقي نفسي الماتش المقاولين النهارده ماتش مهم واحنا هنتكلم عنه يعني باطاله شويه بس معانا الكابتن حسن مصطفى نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. اهلا بك يا كابتن. ازي حضرتك يا اهلا ازيك يا كابتن بريغ الله ازي حضرتك ربنا يعزك. معانا الكابتن عبد الجليل وكابتن احمد الخضري في الاستوديو. بسلم على ضيفه كابتن عبد الجليل ازي حضرتك ازيك يا حبيبي وحشني
ازيك كابتن؟ عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله على السلامه يا كابتن، ما شفتكش. الله يسلمك. الله يخليك يا ابو الكباتن. طب احنا يا كابتن مش عاوزين يعني نسالك كده سؤال تقليدي واجابه، احنا عاوزينك تشارك معانا في الحوار كده، نتداخل كده كلنا نتكلم معاك. احنا عندنا احصائيه بتتكلم عن النادي الاهلي السنه دي لعب 16 مباراه، جاب 29 هدف واستقبل 9 اهداف. النهارده طبعا هو خسر بطولتين السوبر والدوري الافريقي وتاهل لنهائي الكاس، وحتى الان هو تاني الدوري. بالنسبه للاجانب، علي معلول لعب 10 مباريات جاب هدف وصنع هدف، قالوا ديانج 14 مباراه لم يصنع ولا مسجل، بيرسيتاو 15 مباراه سجل منها 5 اهداف خليته هداف النادي الاهلي، رضا سليم لعب 6 مباريات جاب هدفين ولم يصنع، مودست 8 مباريات سجل هدفين ولم يصنع. انا عاوز اخد رايك كده وضيوفنا في الاستوديو عن واحد كمان. مين؟ كريست اسمه ايه؟ كريستو. انا قلت لعب 3 مباريات، لعب 129 دقيقه ما جابش ولم يصنع. رايك في الاحصائيه بالنسبه للاعيبه الاجانب ومدى استفاده الاهلي منهم يا كابتن؟ والله بص اقول لحضرتك على حاجه، يعني هو في بدايه الكلام اللي حضرتك قلته النادي الاهلي لعب ماتشات ومعدل التهديف بتاعه كويس والكلام دوت بالنسبه للماتشات اللي لعبها وكده، يعني يعتبر اقوى هجوم وطبعا الدفاع بتاعه كويس. بالنسبه للاجانب يعني طبعا علي معلول مش هنقدر نتكلم عليه، مع ان برضو الفتره اللي فاتت ديت برضو في حاجات كتيرة جدا كان يعني في ماتشات ما كانش يعني بالمستوى العالي اللي هو دلوقتي. بحس ان علي معلول دلوقتي بقى يركز ان هو يدافع اكتر ما بيهاجم، عشان في اوقات ان هو ما بيقدرش يعمل الاثنين، لا اما يهاجم لا اما يدافع، فديت بقى يدافع اكتر. طبعا مرتبطة باللياقة يا كابتن امور دي؟ لا هو السن يعني اللياقة والسن يعني الاثنين، لان برضو علي معلول سنه بدا يعلى شوية، فبدات الحتة دي وبدات الناس كلها بدات تركز على الحته الهجوميه من حته علي معلول، لان لما كان السنه اللي فاتت حمدي فتحي كان بيغطي الحته ديت. لو ناخد بالنا كان الماتشات اللي فاتت السنه اللي فاتت حمدي فتحي كان بيجري كتير جدا، كان بيغطي مكان علي معلول في اوقات كتير جدا، كان يخلي علي معلول يهاجم وهو اللي يغطي الحته ديت، لان كان الثلاثي دايما كان عبد القادر وحمدي وعلي معلول، فكان الثلاثي دوت كان متفاهم جدا. طبعا عبد القادر السنه دي بعيد عن المستوى وبعيد عن اللعب جدا بسبب حاجات كتيره، وممكن يكون في حاجات مثلا الراجل السنه اللي فاتت برضه مستواه وبدا كانت العلاقه برضه بدات تتوتر في اخر الموسم وكده، فهي دي السبب. اما رضا سليم يعني رضا سليم الراجل برضه لعيب كويس، لعيب كويس. الاصابه لولا الاصابه من احسن يعني دي من احسن الصفقات اللي النادي الاهلي جابها السنه دي، لعيب مهاري، لعيب بمجهوده عالي، لعيب ليه بصمته، فدوت يعني انا شايف ان طبعا اللعيب المحترف ابو مليون ونص ده يعني دي الصفقه الوحيده اللي النادي الاهلي ما وفقش فيها، لان انت برضو السن بتاعه 35 سنه، السنه اللي فاتت ما كانش بيلعب ماتشات كتيره، قعد فتره طويله مريح. هل انا بقعد اسال نفسي شويه اسئله، هل النادي الاهلي جايب اللعيب دوت عشان يستثمر فيه؟ لا. هل اللعيب دوت هيستفاد منه في كاس العالم للانديه؟ طب ما هو انت في الدوري المصري مش قادر يعمل لك، هل هيأدي الاداء دوت في كاس العالم للانديه؟ ففي حاجات كتير قوي الواحد يسال عليها. طب انا ليه ادفع مليون ونص دولار في لعيب ما بستفادش منه؟ لا جاب لي جول واحد في الدوري، بيضيع اجوال كتيره، ما بيعملش مجهود. انا شايف ان هو ما وفقوش في النادي الاهلي. كان المفروض يفكروا في لاعب احسن منه، يفكروا في لاعب سنه صغير، يفكروا في لاعب ان هم يستثمروا فيه. فهي النقط دي حاجات كتيره الواحد بيقعد يفكر فيها. طب حسن يعني. انت متابع الدوري المصري لما رجعت صح؟ طبعا يا كابتن. طب انت الاهلي او كولر طالب مهاجم مصري، انت شايف مين اللي ممكن الاهلي يجيبه في شويه الفراوده؟ يجيبوا في الفراوده. والله كابتن انا شايف يعني مع احترامي لكل الفراوده اللي موجودين، مش يعني هو ممكن تقريبا اسمه مروان بتاع المصري صح؟ مروان حمدي. مروان حمدي هو ده ممكن يلعب في النادي الاهلي. اما كل مهاجم ام بي اكتر واحد كان اسمه مطروح الفتره اللي فاتت برضه، يعني انا شايفه لعيب كويس، لانه
انا برضه كابتن النقطه اللي الواحد بيقعد يفكر فيها في اللعيب اللي هيقدر يلبس فلنه النادي الاهلي او يلبس فلنه نادي الزمالك. انت قعدت يا عيني عمال مكسوف تقول لا دول مش نوعيه النادي الاهلي يا كابتن. بالظبط. صلاح محسن مش سالك. بالظبط. حسام حسن مش لسه كنت هرجع للنقطه دي يا كابتن عبد الجليل. ان صلاح محسن بيكسر الدنيا في السيراميكا في سموحه بيكسر الدنيا. ليه يا كابتن حسام حسن في سموحه بيكسر الدنيا جه النادي الاهلي؟ المشكله فيها يا كابتن ان الانديه يعني الانديه ديت بتلعب ساعتها على الهجمه المرتده، ساعات بتدافع وتلعب على الهجمه المرتده، في اوقات بيبقى في مساحات، فالمساحات دي بتبين ميزه اللعيبه كلها وهم على مستوى عالي جدا ولاعيبه محترمه ولاعيبه كويسه جدا، بس في اوقات ما بيقدروش يستحملوا ان كل دقيقه تبقى مضغوط، ان اللعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي يا كابتن كل دقيقه كل ثانيه انت مضغوط. مضغوط ان انت تلعب الكره تستلمها كويس وتبصيها كويس، ان انت تلعب كويس كل مباراه، تبقى نجم كل مباراه، لازم تهدف كل مباراه، فدي بتبقى المشكله كابتن للنوعيه. طب ما حسن انا عندي لعيب ابني ومربيه في الناشئين و ياسر ريان. يعني انا ياسر ريان يعني ايه اريك انا اريك. طبعا طبعا انت برضه نص ملعب حبيبك. لا وبعدين ما شاء الله بقاله ماتشين بيهدف، يعني ما شاء الله في سيراميكا. لا هو بقاله سنتين بيهدف بصراحه. بيهدف بس هي الموضوع بيقولوا يعني اللي انا سمعته واللي انا ما اعرفوش. ايوه. انه بيقولوا في مشاكل، يعني هو مشي بسبب حاجه. يعني مش كوره، يعني هو مشي. لا ما الموضوع مش فني خالص. صح. مش فني. بس انا والله كابتن ياسر بالامانه السنه اللي فاتت يعني احنا حد كان تناول مره خبر ان هو بيفكر يعني يروح مكان تاني، كان مصر وان هو عايز يلعب في النادي الاهلي ومتمسكين بالنادي الاهلي، كان بيتكلم كلام يعني متميز عن النادي الاهلي من فكره الرحيل زي كده، وفجاه انا من سنتين لان عارف ان النادي الاهلي المشكله تبقى غير فنيه. يعني كابتن انا من سنتين عارف ان احمد مش هيلعب في الاهلي، وانا قلت لياسر قلت له يا ابني لو عرض الزمالك من سنتين فعلا وديه بجد، لان الولد خساره. طبعا دلوقتي ياسر بيلمح ان هو عايز الزمالك لو عرض او لا، من سنتين كان ليه احمد قد كده 30 مره، وكان على امل ان يخش فكره الأهل. احمد ياسر وانضمامه للزمالك، هل فكره مطروحه؟ هل تم نقاش باعتبار المسؤول عن الزمالك؟ مش هيستنى كابتن ياسر غني الاول يقول لك ابني عمره ما يلعب في الزمالك، وبعدين دلوقتي طلع خلاص عارف انه مش مالوش فرصه الاهلي، يقول لك خلاص ممكن يروح الزمالك. لا ما معلش، هو فعلا كان ليه تصريح قبل كده خان التوفيق، ودايما دايما اللي يبقى يعني اللي يبقى ليه ابن او يبقى وكيل اي حد الكلمه بحساب، ما تطلعش كلمه ما تعرفش بكره في ايه. لكن هو كلاعب لعيب جامد جدا طبعا، واحسن من ناس كتيره قوي لعبت في الاهلي، وابن النادي وابن الاهلي ومتربي في الناشئين متعود على البطولات والكلام ده، ما تديله فرصته. يعني ايه لغايه دلوقتي ان انت تبقى تعمل بدل مع شادي حسين؟ ايه العبقريه اللي في شادي حسين مش موجوده في احمد ياسر؟ يا عم زي بعض، خلي ابن النادي اللي والاصغر سنا مين بالزبط. يعني ايه العبقريه في ان انت تاخد شادي حسين وتدي لهم تجربه شادي ما نجحتش؟ ده كمان بيدفع 20 مليون جنيه كمان. يعني ايه يعني هي المشكله يعني. مش كمان يبدل راس براس، لا ده بيدفع فلوس فرق مش عارف. فلا هي في نقط. انت اتكلمت حاجه برضو على نوعيه الكواليتي بتاع اللعيبه، وفي اللعيب انه بينجح بيثبت نفسه، يعني امام عاشور بالاحصائيات هو اكتر لاعب قدم تمريرات حاسمه 4 تمريرات، وان هو اكتر واحد بيسدد في الاهلي نسبه 2.5% تسديداته في المباراه، ووراه كمان حسين الشحات. فاللاعب المتميز يا كابتن بيظهر بصمته سريعا؟ ده اكيد طبعا. يعني معلش امام لعيب كبير، يعني كواليتي تاني. امام من اللعيبه اللي هي صراحه بيلعب بشمال ويمين وبيكمل الهجمه، بيعمل مجهود كويس، فلا ده بيثبت نفسه من بدري. بس برضو انا بتكلم عن امام لسه ما وصلش للمستوى بتاعه اللي احنا عارفينه لما كان في نادي الزمالك، يعني صراحه لسه ما وصلش للمستوى دوت. حاسس ان امام برضه بقيت احس ان هو يجي في الدقيقه 60 70 بدا يتعب، فدي برضه مشكله. يعني انا مش عارف ايه سببها دي، برضه ممكن برضه يكون ما عملش فتره اعداد، ممكن بسبب الاصابه بتاعته، ممكن كذا، في حاجات كتيره انا شايفها لسه ما وصلش ليها امام. يعني خد بالك يا حسن ان بيبقى من احسن اللعيبه برضه في الاهلي، يعني هو بقى ماتشين ثلاثه الارقام هو افضل يعني عبدالله. انت بتتكلم صح انه بيجي فعلا اخر ثلث ساعه بيبقى مش قادر، ولكن
واضح عن لعيبه الاهلي اللي فات ما جاش، عشان بس نتكلم الماتش اللي فات. طب هل الضغوط برضك الجماهيريه وان هو مطالب دايما يثبت وجوده وان هو لاعب مميز ده برضك بيبقى موجود بيأثر عليه في الملعب يعني دايما تركيزه موجود فيه؟ ما هي دي النقطه اللي انا بكلم حضرتك فيها، ان لعيب الاهلي ولعيب الزمالك دايما هيبقى مضغوط، دايما الكواليتي دوت الكواليتي ده والجوده ديت لازم على طول يبقى مضغوط، فهو مضغوط وبيأدي الاداء دوت. فلا ده شابو لي يعني على فكره ان اي لعيب بيتنقل من الاهلي والزمالك او الزمالك واهلي بيبقى مضغوط جامد جدا، والجماهير بتقعد تتنمر عليه وحاجات كتيره جدا. عشان كده بصراحه التجربه يعني نادر لما بتنجح يعني يا بالظبط يعني مش دايما ما بتنجح، دايما مش دايما بتنجح يعني في لعيبه بتنجح بس في هي نجحت مع حسن مصطفى حبيبي طبعا ما كانش حسن ما فيش خلاف في كده حبيبك. نجحت مع جمال عبد الحميد، نجحت مع حسام ابراهيم، ما نجحتش معانا وايمن شوقي. احنا الواد لما حصل يعني الكابتن حسن بصراحه بيقول لنا ليه ما نجحتش تجربتك انت ليه؟ انا إيه؟ ما هو مش انا السبب، مش شرط لا 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 لا, لا. المديرين الفنيين اللي كانوا هو هيقول بقى مش انت حسن اتفضل قول كابتن بيقول لك انا تجربتي ما نجحتش في الزمالك ليه يا كابتن شايف؟ مختلف الكابتن عبد الجليل مختلف يعني عن الاسامي اللي هو قالها الاسامي اللي قالها. كابتن عبد الجليل لعيب كبير جدا، لعيب مهاري، لعيب يعني عارف اللي هو مزاجنجي، فلازم تعامله كويس علشان يقدر يديلك اللي انت عايزه. انت فاهم؟ ده الكابتن عبد الجليل، ده اللي انا شفته من الكابتن عبد الجليل لما كنت بتفرج على الصور وانا في النادي الاهلي بتفرج عليه، فكنت دايما اشوف اللعيب المهاري، اللعيب اللي عنده امكانيات عاليه، فبيبقى ليه طابع خاص زي عبد قادر. عبد قادر ليه طابع خاص، عايز يتعامل نفسان شويه، عايز الناس تقرب منه شويه، عايز الامور عشان كابتن حسن اللاعب المزاجنج ده يعني معلش انت راجل انت بتقول الاهلي والزمالك يعني عاوز النهارده لعبت ماتش كسرت الدنيا ممكن الماتش الثاني الجمهور يزوم عليك يعني انت عاوزك مستوى على طول ولا يا كابتن استاذ احمد؟ صحيح طبعا بالظبط زي ما حضرتك بتقول. انت لازم انا دايما بقعد اقول لعيب النادي الاهلي ولعيب نادي الزمالك ولعيب منتخب مصر بيتحاسب على كل ثانيه في حياته، في اكله، في شربه، في نومه، في حياته، في تصريحاته، في كل حاجه، في تصريحاته، في لازم تبقى عارف. دلوقتي كمان الاعلام بقى الموضوع اختلف خالص عن زمان. احنا كان مثلا الناس تشوفنا في التلفزيون ولا الجريده كذا ولا كذا تتكلم عنك، انت دلوقتي انت ممكن تقول اي لفظ او ان انت تخش تتخانق مع الجمهور او تتكلم. فلا لازم تبعد، كل لعيب لازم يبعد عن النقطه ديت ويركز في الملعب، لان انت عمرك قصير جدا في الملعب ومش هتقدر تطوله غير لما ربنا يعني ربنا هو اللي ممكن بعد شهر، بعد شهر، سنتين، بعد ثلاثه، بعد ممكن اي اصابه تخلص عليك يعني. فلازم اللعيبه تركز جامد جدا. طب انا عندي سؤال هوجهه للضيوف الثلاثه اللي معانا وابدا بالاستاذ احمد الخضري بكل امانه كده. استاذ احمد وتحليل في فني يعني استاذ احمد انا اسف معلش والله يا استاذ احمد ده نمشي على حضرتك. لا يا حبيبي لا سلمت عليه انت ليه سلمت عليه والكابتن انجيل في الاول حبيبي يا كابتن استاذ احمد بكل امانه كده وفنيا يعني انت شايف فرص الاهلي في المونديال ده هل ممكن يحقق انجاز اللي حققه قبل كده ميداليه برونزيه ولا ممكن نطمح في اكتر من كده ولا انت شايف انه بردك وقوع مع فريق اللي يعني بطل السعوديه صاحب الارض في حال تخطي اوكلاند سيتي هيصعب مهمه الاهلي؟ لا دي اصعب مره يلعب فيها في المونديال. اصعب مره اصعب مره اصعب مره طبعا فريق اتحاد جده وفي السعوديه لا ما وبعشر نجوم سوبر ويعني قايمة عمالة بص يعني حدث ولا حرج فيعني لا بتكلم في حاجة صعبة جدا 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 ما بقولش يعني اقول 50-50 اقول 50-50 بالمنطق 50-50 انا معايا لاني يعني انا هقطع معلش انا لا اتفضل اتفضل دايما اللعيب لما بيلعب كواليتي عالي يعني الحمد لله لما كان الواحد بيلعب في كاس العالم تركيزك بيعلى قوي غير لما انت مثلا هتروح تلعب اي فرقه تانية في الدوري المصري اقل ليفل اقل شويه ومش عارف ايه بيبقى ساعات ان انت بتبقى مستهتر. اللعيب لما بيجي يلعب مثلا اتحاد جده بالنجوم اللي هتبقى هيقابلها تركيزه مثلا لو هو 100% لا 200-300% تمام. فديت دي حاجه دي انا حاجه عشان كده كابتن حسن اللعيب برضو لما بتلعب وانت لعبت كاس العالم بتتخض كده لما بتسمع انك هتلعب مع النجوم برضو معلش احنا بتتفرج عليهم في التلفزيون وتبقى ان انت النهارده بتواجههم والجمهور كمان مش مستني منك انك تلعب لا ده مستني منك نتيجه. في لعيبه بتتخض من المواجهات دي وبتحتاج تاهيل نفسي ولا الماتشات دي اللعيبه بتلعبها على ان هي ماتش في العمر ما يتكررش واللاعب بيحاول يقدم افضل ما عنده مش محتاج تاهيل؟ في ده وفي ده بس يعني دايما اللاعب اللي عنده شخصيه بيبقى بيركز جامد جدا ان هو يعمل اداء كويس ان هو
يحاول النجوم اللي هي بيتفرج عليها ديت يبقى يخش ويلتحم ودايما هتلاقي الماتشات. يعني انا بتكلم على، مش هتكلم علينا احنا كجيل قديم، انا هتكلم على النادي الاهلي السنه اللي فاتت قدام ريال مدريد، اللعيبه ادت اداء كبير جدا قدام اللعيبه الكبار دولت، ولولا كام فرصه صلاح محسن ومش عارفه مين تاني ضيع كام كوره كده، كان ممكن الاداء النتيجه تبقى غير كده خالص. فانا بقول ان شاء الله بعون الله النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ده يؤدي اداء كويس، وكولر لازم يتعلم من اخطائه في كاس العالم للانديه اللي فات، لان هو يعرف امتى يضغط عالي وامتى يضغط متوسط وامتى يضغط في نص الملعب. لان موسيماني لما لعب بايرن ميونخ في نص الملعب الناس كلها قعدت تتريق عليه، ده انت ما رحتش بهجمه بس اتغلبت 1-0 واديت اداء كويس. فانا بتمنى النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي تركز جامد جدا، وممكن يعملوا حاجه كويسه في كاس العالم للانديه دوت. يعني فكره انه صاحب الارض اول المواجهه ليه، حضرتك شايفها ان هي طبعا مواجهه صعبه لكن مش مستحيله على النادي الاهلي، والنادي الاهلي قادر يعمل حاجه اكيد. رغم انه النادي الاهلي خلينا نتكلم بكل صراحه كابتن عبد الجليل مش في افضل مستوياته، يعني النادي الاهلي خلينا نتكلم بكل صراحه، لا النادي الاهلي يعني نتائجه اخر ماتشات حتى جمهور الاهلي مش مطمن، واول مره كان كولر ده كان معشوق جمهور الاهلي، لا جمهور الاهلي ما بقاش مطمن لكولر وطريقه اداره المباريات. ما انا قلت لك يا استاذ بليغ، مشاركه الدوري حاجه وافريقيا حاجه، ودلوقتي احنا بنشارك في كاس العالم للانديه للمره الحمد لله يعني كتير. لازم يعني تقلق ولكن الاهلي بيعرف يلعب في الماتشات الثقيله زي ما انت بتقول لحسن دلوقتي، شخصيه اللعيب يستحمل ازاي، اللي بيستحمل هو بقى نجم النادي الاهلي، اللي ما بيستحملش ان هم اللعيبه اللي هي ايه ما بتقدرش تشيل التيشيرت فبتمشي. ده حقيقه يعني بص، هو زي كابتن حسن ما قال ملهاش علاقه خالص ان المستوى دلوقتي المستوى قليل، المستوى الاهلي متذبذب حاجه ثانيه، مونديال حاجه ثالثه مش حاجه ثانيه، حاجه مختلفه تماما. فكل لعيب بقى يعني حاطط اهداف قدامه، لكن رغم ده كله لا الماتش صعب يعني بالزبط. ده كله لكن الاهلي يبقى غير الاهلي اللي كان بيلعب مع سيراميكا، والاهلي بيلعب مش عارف مع مين، لا القصه هتبقى مختلفه مع الجمهور مع الاهتمام مع الشعب، هيبقى ماتش يعني مونديالي، فماتش مهم بالزبط. جدا بالزبط. التركيز هيبقى 200-300% مختلف، ويبقى برضو انت المنافس اللي قدامك مش قليل، خد بالك هيبقى من ماتش شباب بلوزداد. لا البروفايل الختامية بقى الأداء، لا أنا قصدي على التشكيل يعني تثبيت تشكيل والأداء يا صاحبي برضك لو حقق نتيجة إيجابية وطيبة ما هتفرق برضك، مالهاش علاقة حتى ما هي حقق نتيجة إن شاء الله حقق نتيجة الأداء على الأقل يعني حتى الأداء لا أنا ما بتكلمش على التشكيل، أنا بتكلم على صعوبة الماتش، ماتش أول مرة لا اتحاد جدة بالتشكيل ده، رغم إن برضه في شوية تعصب بس ماتش مواجهة، ما أنا بقول لك 50-50 فمواجهة مش سهلة، لكن الأهلي مستو فاكر الاتحاد لما كسب الأهلي؟ احنا كنا رايحين 70-30 لو تفتكر. طبعا طبعا، لكن دلوقتي الوضع مختلف. لا وبرضه في كاس العالم للانديه اللي احنا خدنا فيه البرونزيه كان الهلال اقوى واحسن، وكان لعيبه النادي الاهلي ما فهمش، كانت اللعيبه بتاعه المنتخب موجوده في المنتخب وما راحوش لعبوا الماتش وكسبنا الهلال، بس دي كان في ظروف طرد ويعني طبعا يعني مش تكرر، صعب تتكرر. الامور ساعدتنا شويه حسن ماشي، بس برضه كابتن يعني ان انت تكسب هلال بمحترفينه وبلاعيبته القويه ديت ما معكش اللعيبه الدوليه بتاعتك، دي حاجه كبيره برضه كابتن عبد الجليل. قبل ما نختم معاك يا كابتن، عاوز توقعاتك كده لماتشات، بما اتكلمنا عن افريقيا الفرسان الاربعه المصريين كده، وتوقعاتك ليهم في الجولة دي من التصفيات أو ما في دور المجموعات في البطولات الأفريقية، سواء البطولة الأفريقية أو الكونفدرالية. يعني النادي الزمالك هيمشي كويس، يعني إن شاء الله بيأدي أداء كويس واللعيبة بتاعته في حالة كويسة ونشوة كويسة، فإن شاء الله يمشي كويس. النادي الأهلي بعون الله في البطولة دي برضه هيأدي أداء كويس ويحسن الأمور كلها إن شاء الله. بيراميدز اللي هو هل يسأر للكرة المصرية، مش هقول للأهلي بيراميدز بقى، وماتش اللي جاي ماتش مهم مع سان داون. لا وكمان بيراميدز عامل السهم بتاعه بيطلع فوق وينزل في شوية فوق وشوية تحت، فأنا مستغرب السكواد بتاع البيراميدز دوت ويجي يخسر، يكسب سيمبا ويخسر الماتش اللي فات دوت، فدي بتقلقني شوية، وعنده الماتش الجاي سان داون، فدي يقلقني لان دي مجموعه قويه جدا من اقوى مجموعه في بطوله افريقيا. فيوتشر ان شاء الله باذن الله يعمل اداء كويس وماشي كويس واخد 6 بونت، وان شاء الله يكمل ويخش المجاميع اللي بعد كده.
ان شاء الله كله بالتوفيق ان شاء الله يا رب للفرق المصريه الاربعه. كل الشكر للكابتن حسن مصطفى توفيق حسن والله وحشني ومنتخب مصر. طب كابتن عبد الجليل يعني اتكلمنا على صعوبه كاس العالم, ويعني الكابتن حسن اتكلم على جزئيه انه في بعض اللعيبه زي علي معلول بدا يعني يبقى اسلوب الدفاع شويه يعني ما بقاش يعني يميل للناحيه الهجوميه بحكم السن واللياقه. هل تتوقع ان يكون في مفاجآت في تشكيل الاهلي وممكن نشوفها في البروفا الماتش اللي جاي ده في البطوله الافريقيه, وهل النادي الاهلي بدا خلاص دلوقتي تركيزه على كاس العالم والماتش ده ممكن يعني يحصل فيه مفاجاه الماتش اللي جاي مع شباب بلوزداد؟ لا, ما الماتش اللي جاي ده فعلا الاهلي كولر ابتدى, الاهلي طبعا متصدر مجموعته, والاهلي ابتدى انا بقول لك من الماتش اللي فات ابتدى شبه 95% تثبيت تشكيل خلاص. يعني التدوير ده خلاص بعد القعده بتاعت الكابتن خطيب كده ممكن يعني فكره التغيير. هو الراجل السنه اللي فاتت لما جه برده كان بيعمل روتيشن كتير في وقت كتير, وبعدين جه قبل ما يكسب بطوله افريقيا بفتره كده راح مثبت التشكيل. فانا اعتقد ان ان ان, إن الماتش لا هيبقى بروفا قويه, والاهلي هينزل مش هيقدر يعني مش اعتقد مش هيفرط في في في, في شكل او اداء او حاجه. ولا خلاف على الثلاثي اللي قدام بيرسيتا وحسين وكهربا, دول حجزوا مكانهم حتى في المونديال يعني. طبعا, والثلاثي اللي هم اللي في نص الملعب اللي هي الستاره اللي بقى ان هو مروان واليو ديانج وامام, دول هم المكسب بتاع النادي الاهلي, ومحمد هاني وعلي معلول. طبعا هاني محمد هاني طبعا طبعا اكرم رجوعه بسرعه دي, وفي كلام ان ركبته فيها التهاب خفيف ولسه مرهق وتعبان, وده انا قلت ما ينفعش يجي من ضل النار تيجي يعني تلعبه ماتش وماتش قوي بتاعه, واكرم لعبه داشنج فممكن يتعور اصلا هو جاي من اصابه. فلا محمد هاني وعلي معلول, اتمنى ان عبد المنعم يلحق المباراه, لان عبد المنعم لو مش موجود هيبقى ياسر ورامي, بس لو عبد المنعم موجود اعتقد عبد المنعم ورامي, فدول اللي هم التشكيل الرئيسي. ممكن هو التشكيل ده اللي نشوف بيه الماتش الجاي في مع النادي الاهلي مع شباب بلوزداد؟ لا, تشكيل الاهلي ما فيهوش مشكله, واضح للكل يعني ما فيهوش اي مشكله. لا, هتلاقي انت لو في تغيير لعيبه او تعب او الاصابه يبقى في الدفاع بس, يبقى عبد المنعم سليم او مش سليم, لكن القصه واضحه في التشكيل كله من الالف للياء يعني, ما فيهوش هيبقى اي مشكله, ما فيهوش مفاجات. هل المفاجات بقى اللي هي كابتن عبد الجليل ممكن في النص يلعب بثلاثه السليه مثلا ما صعب يبدا بالسليه يعني. انا بقى هل يعني هو هيلعب بنفس طريقه لعبه ولا ممكن يعني نشوف فيه عشان كاس العالم مثلا ممكن يغير يعني في هل هيبدا في النص ملعب ثلاثه بقى, هل هيلعب هيبدا بامام, هيبدا بقفشه, ولا هيبدا مثلا مروان وديانج معاهم مين الثالث يعني. انا يعني دي اللي ممكن يبقى فيها مفاجآت. ممكن يعني دي اللي يبقى فيها مفاجآت, دي اللي فيها دي غير التركه دي غير كده, انما الثلاثه اللي قدام لا ما فيهاش كلام. طب بمناسبة قفشة يتقال ان هو يعني فيتوريا نتكلم عن سبب التحفظ عليه النهارده مع المساعدين ليه, وقال ان هو يعني قفشة رغم مشاركته مع النادي الاهلي لكن ان هو يعني بيقول ان هو قفشة لاعب بيلعب كويس في مركز 10, وده مركز ما بيعتمدش عليه فيتوريا بشكل واضح. بيقول ان هو رغم انه قدرته على العطاء والتمريرات القصيرة لكن في حال مشاركته كلاعب وسط ثالث يظهر انه لا يستطيع القيام بالادوار الدفاعية بشكل جيد في وسط الملعب. يعني هو برضه كلام مش واضح يعني. القصة انت اللعيب ده انت ما انت هتطوعه, انت عندك هتطوعه على طريقته, ما فيش يعني ايه بيلعب ب 10 ما بيلعبش 10, انا الحاجات دي ما بحبهاش. انت عايزه ولا مش عايزه, ولا انت اصل في اماكن في المنتخب محجوزة ما حدش يقرب, ما حدش يفكر يقرب منها. فهو ده الاساس, ده الاساس, مش بيدافع ما بيدافعش. لا, الرد ده رد لان فيتوريا ما فيش مدرب اجنبي بيقول لك اصل ده ما بيدافعش, ده رد المساعدين المصريين او الناس المصريين اللي حواليه اللي هو بتاعنا الحافظين وبقى احنا حافظين ده ما بيدافعش. اسهل حاجه يقول لك ما بيدافعش. انت كمدير فني لا انت بتقدر تخلي اللعيب يهاجم صح, بس انت قلت بتوظف على حساب مين برضه؟ هنرجع نفس السؤال على حساب مين برضه في المنتخب؟ لا, ما هو لو قفشه مع حسين ليه فرض نفسه ان هو يخش, مش ممكن ما يبتديش يبقى بديل, ولكن فرض نفسه. ما فيش حاجه اسمها اماكن محجوزه, ما يلعب الاحسن. زيزو فرض نفسه اساسا كده, الاحسن يلعب. يعني زيزو بيلعب مكان محمد صلاح اصلا, ما هو عشان كده دخله جوه. برافو. الراجل شكل حاجه, فانت ممكن لو انت مقتنع بقفشه ممكن تشكله صح. فهي صراحه الفتره اللي فاتت مستواه هايل,
بص يا كابتن قفشه محتاج يطور لعبه اكتر من كده. يعني انا عارف ان هو كويس بس طريقه اللعب اللي هو انا اديها لك واخدها منك تاني واديها لك هنا. طب ما ده شغل مدرب. بالظبط. المدرب بيطور. واللعيب كمان يا كابتن لازم يبقى عنده النهم اللي هو ما بلاش الكره العرضيه دي كتير لو انت معروف ان انت بتعمل. هو بيعملها ممتاز قوي. ولما بيعمل اسيست لقدام بتبقى حلوه قوي. بس هو لازم يطور لعبه ان لازم يبقى لقدام اكتر. لان انا يعني شايف قفشه بيباص باصتين ثلاثه ورا وبعدين يدي واحده لقدام. لا انت قفشه عشان ليه؟ عشان الكل بيقول لك ده بيدافعش فبيحاول يوصل نفسه. صحيح. ولكن انا نفسي قفشه يرجع اللي هو ايه اسيست على يعني ما يفكرش يلعب لورا ولا قدام على طول. ما شغل مدرب زي ما بقول لك. الكابتن عبد الجليل اتكلم عن عبد المنعم وامله في التجديد وانه النهارده في تدريبات بدنيه وبيقول ان هو خلاص هيبدا يشارك في التدريبات الجماعيه فان شاء الله يعني يستعيد فورمته ولياقته يا رب ان شاء الله في اقرب فرصه يعني امكانياته بالذات للعيب اللي هو رجليه في الملعب على طول. لا ومنعم من اللعيبه اللي هو ممكن يقعد زي اكرم كده ممكن يقعد بعيد قوي ويرجع يبقى زي ما هو لان منعم من الستايل ده فهو اتمنى بس ان ما يلعبش عليها وهي مصابه ويمكن هو مركز الفتره الاخيره دي اخطائه يعني قلت شويه بالثقه الزياده اللي بتبقى عنده بصراحه رامي وياسر لما لعبوا مع بعض يعني عادي يعني انا شايف ان القصه ما بتقفش على حد مش بقلل من عبد المنعم يعني الناس مرعوبه وعبد المنعم عبد المنعم عبد المنعم طب ما هو لعبوا رامي وياسر و كانش في اي مشكله وعادي اخطاء ما عبد المنعم بيلعب وبيخطا يعني قصدي المستوى مش الجاب مش جامد قوي بين انا فاهم بس خد بالك المنافس اللي كان بيلعب الاهلي مش اتحاد جده السعودي مش الفراوده بتاعته تمام منعم لا وجوده في القلب يطمن انا ما بقولش انا بقولش هو خلاص بقى يا كابتن ودنه اتشدت كده وخلاص بدا الكلام والرحيل والحاجات دي مفيش كلام قفل الموضوع ولا لسه برضه لا ما هو منعم كل ست شهور هتلاقيه طالع كده منعم هو في الناشئين لما بيبقى كويس قوي بيحس بنفسه فبيروح واخد واحد على دماغه يهدى شويه ومنعم متربي يعني في النادي الاهلي معانا 6 شهور الجايين دول مفيش يعني يعني الفتره دي وهيشتغل شويه حلوين وبعدين هيبتدي ايه هو معروف كده يعني منعم متربي في النادي الاهلي والحاجات دي فهم عارفين له مفتاحه ازاي يعني طيب احنا هنطلع تقرير عن ظواهر الدوريات الاوروبيه وهل تتكرر معجزه ليستر سيتي مع ليفركوزن والجيرونا تشوف التقرير عن الدوريات الاوروبيه ونرجع نستكمل حديثنا مع بعض بيقول لك استون فيلا كسبان السيتي مقطعينهم قال حقيقي الكلام ده ولا ايه 1-0 طيب هنستعرض برضو النتائج بعد التقرير ده يعني ناخد كده ايه تقرير سريع كده ونبدا نتواصل معاك في عن الدوريات الاوروبيه وتحليل ليها ورؤيتك مع انت ومع الاستاذ احمد الخضري في الدوري الإسباني تذكر عشاق كرة القدم المعجزة التي دشنها ليستر سيتي عندما حقق لقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016 حيث أصبح الفريق الإنجليزي مثلا أعلى لكل فريق مجتهد طموح يحلم بانتزاع لقب من الدوريات الأوروبية الكبرى من بين أنياب كبار القوم في أوروبا ما قدمه جيرونا منذ بداية الدوري الإسباني وحتى الآن لم يكن يتوقعه حتى أشد المتفائلين من محب النادي حيث كان هدف المدير الفني للفريق ميتشيل الرئيسي هو ضمان البقاء في الليغا ولكن بالاجتهاد والعمل وتكاتف العديد من النجوم وعلى رأسهم إريك غارسيا وميغيل وغوتريز وسافيو والمهاجم المخضرم سيتواني وجد فريقا لا يقهر في كل جولة يتصدر الليغا برصيد 38 نقطة بعد مرور 15 جولة متساويا مع ريال مدريد ومتفوقا فريق مريح على برشلونة وأتلتيكو مدريد المثير للدهشة هو أن جيرونا هو صاحب أقوى هجوم في الدوري برصيد 34 هدفا متفوقا على ريال مدريد وبرشلونة اللذين يمتلكان نخبة من ألمع النجوم وأصبح حلم جماهيرهما أن يتعثر جيرونا في جولة على أمل اللحاق به في الفترة المقبلة ومن أسبانيا إلى ألمانيا نجح المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو في صناعة فريق ملحمي لبايرن ليفركوزن يتفوق على كل كبار الدوري الألماني بما فيهم بايرن ميونخ العملاق المسيطر على لقب الدوري الألماني طوال السنوات الأحدى عشرة الماضية ألونسو كون فريقا لم يخسر منذ بداية الدوري وحتى الآن في 13 جولة محققا 11 انتصارا ومتعادلا فقط في مباراتين ضد بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند كبيري ألمانيا معتمدا على العديد من الأسماء الرائعة يتقدمهم الظهير العصري
المصري جيرمالدو وصانع الألعاب البارع فيرتز والمهاجم الخطير بونيفاس. وبات السؤال الآن يطرح نفسه في كل وسائل الإعلام، هل ينجح ليفركوزن وجيرونا في تكرار معجزة ليستر سيتي، أم ستتراجع تلك التجارب مع تراكم المباريات وضغط المنافسين؟ هذا ما سنعرفه لاحقا. اهلا بكم من جديد. بمشاركه صلاح، ليفربول يقصو على شيفيلد بثنائيه دون رد، ومانشستر يونايتد يسقط تشيلسي بهدفين مقابل هدف، واستون فيلا يقصو على مانشستر سيتي بهدف دون رد. بعد 15 جوله في الدوري الانجليزي، الارسنال المتصدر 36، ليفربول 34، واستون فيلا في المركز الثالث ب 32 نقطه. طيب هنرجع تاني يا استاذ احمد للدوري، والنهارده الكابتن عبد الجليل بيقول انا نمت مرتين في ماتش المقاولين والداخليه. لا ده ماتش المقاولين والداخليه ده النهارده، يعني انا طبعا بتفرج على كل الماتشات. لا ده عقوبه مش كوره، يعني انت عقوبه تتعاقب. ايوه يعني حد جايبك كده ينذنبك بتتفرج، يعني انت تحس انا بعد ما اتفرجت على ماتش يعني قلت لنفسي هو انا ضيعت من عمري 90 دقيقه ليه؟ ولا انا عملته في نفسي؟ لا 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 بجد ليه؟ نام. لا 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 يعني حاجه، يعني انا قلت انا بقول انا لو بايدي ان الفرقتين يخسروا مش يتعادلوا، يعني ما فيش كده، يعني حاجه صعبه، ما فيش اي حاجه في فنون الكوره
ما فيش اي حاجه، ما فيش اي لمحه، هي الشوطه بس اللي جت بتاعت الشيبي. الشيبي اللي جت في العرضه؟ لا مش الشيبي، لا هو الشيبي برضه. واخد بالك الكوره بس اللي جت في العرضه، غير كده ما فيش، ما فيش اي، ما فيش اي جمله، ما فيش اي. فعمليه صعبه جدا جدا. يعني المقاولين مثلا بيبقى لها 8 ماتشات 4 تعادل 4 هزيمه، كتير قوي، اللي يمكن اسوأ الموسم السنه دي بالنسبه للمقاولين، يعني مع انه بادئين فتره اعداد كويسه. لا برضه هو النتائج كانت افضل من النتائج المره اللي فاتت. ما جابش لعيبه. لا ما جابش لعيبه. خد بالك المقاولين بقى له فتره يبيع ما بيشتريش، بيعتمد على، ودي برضه سلاح ذو حدين زي ما انت شايف. المقاولين بقى له فتره. لا الكلام ده كان ينفع زمان، دلوقتي انت طالع الفرق اللي طالعه، اصل انت بتبص لها ازاي؟ اللي طالع مين السنه دي؟ عندهم كده مين اللي طالعين؟ الصاعدين. انديه كلها انديه معاها فلوس. زد يعني زد البلديه والجونه زد والبلديه، يعني ماشيين زي والبلديه برضو. يعني ما تقدرش تقول انت اول كان بيطلع بعد 4-5 ماتشات فرقه من الثلاثه تقول دي خلاص دي حجزت مكان والثانيه بتشاور عليها. طب الثلاثه اللي ما صعدوش دول، ما هم اللي هيبط مكانهم. أيوة. هيبقى انديه ليها اسم، انديه جماهيريه، انديه ثقيله. فمشكله ده حقيقي. مشكله بس كبيره. بس يعني الايجابيه الوحيده اللي انا شفتها في ماتش المقاولين الداخليه، وبرضو دي انت كنت نايم شفت ايه؟ لا على ما انا صحيت اخر ربع ساعه لما نزل الحبيب احمد حسن. وانا بس بقول للناس ساعات بتقول لك ان ده عشان ابن اللعيب دوت، لا الواد لعيب كوره بامانه. شفت موهبه مش عشان هو ابن احمد، لا الولد بيمسك الكره كابتن زي ما فهمتك في ابن بيزقها باصل قدامه بيجري وراها سبرنت، يعني اللي هو الباص بالتحرك دي. انا قعدت 75 80 دقيقه في الماتش مش لاقي حد بيباص، كله بيباص يقف. هو الكابتن ابن شوقي، الكابتن شوقي غريب لسه بيلعب، مجتهد وليس معاهم مجتهد. يعني برضو الولد مش مقصر بامانه، يعني في مكانه تحس ان هو راجل، هو مش مبدع وما بيعملش اوفرات، بس قافل منطقته انت فاهمني. برضو في ناس تقول لك عشان ابنك لا، ما هو احسن الناس في الحته دي. بس نيجي بقى للريتم الاداء كله. لا 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 لا، يعني ايه مش مبدع وما بيرفعش اوفرات؟ ما انا بلعبه ليه؟ لا يعني فاهمها لي. ايوه واحد باك بيرفع طرفه، هيرفع زر ولا بتقول لي ولا بيرفع ولا بيعمل. عشان الافضل في المركز، يعني كله ده ما بيعملش. اقول لك الافضل في مركزه كابتن عبد الجليل بعد كده. ما هو كابتن عبد الجليل الافضل في المقاولين العرب. كابتن عبد الجليل هتجامل هتقع، ده رايي الشخصي. كابتن عبد الجليل انت بتجامل بجد في مش انا، هو قصدي على غريب. لا لا قصدي لا لا ما انا عارف. لا هو مجامل كابتن شوقي غريب برضه. لا لا اصل انا عارف يا كابتن ان الثلاثه بكرات اللي هناك احسنهم محمد شوقي غريب. انت فهمتني؟ طب ما دي بقى مشكله، ما اشتراش لعيبه. هو ما جابش لعيبه، ده واضح انه ما جابش لعيبه بالظبط. كان عندهم انا بقول لك باك الصغير السنه اللي فاتت اللي راح مش عارف راح جونه ولا راح الاشول ولا راح زد. لا لا كان حد ناحيه اليمين كان قطه او حاجه زي كده. كان لعيب كويس. لكن المقاولين مع ان المقاولين طول عمره بتنافس بالناشئين بتاعه، كان قطاع الناشئين جامد جدا، بس بقى له فتره لا بعيد. عارف ليه؟ دخلوا برضو مش عارف الاستثماري. جانب الاستثماري بقى دي عايزه بقى مش حلقه، دي عايزه شهر كامل على موضوع الاستثماري. طبعا دمر البنية التحتيه للكرة القدم. طب انا عاوز انتقل معاك يا استاذ احمد للزمالك، وخلاص يوم الجمعه نهايه فتره الشهر الايقاف، والجدل حوالين هل اللعيبه تعود وخلاص فتره الايقاف، لان هو كان وفقا للتحقيقات فانه تم ايقافهم شهر، ولا ربط فكرة الأمر بالعودة بالتجديد، وجدل كتير حول الموضوع. فكرة أنه فتوح قالوا يعني طلب منه على حد علمي طب اثبت حاجة أنك وراه، والصورة اللي نزلها أنه يعني خطوة إيجابية، شايف أنه دي كفاية ولا محتاج كتير فتوح؟ أنت مع أي وجهة نظر في الموضوع؟ لا هي الفكرة الأول هو المجلس قراره، يعني واخد قراره ولا باصص للجماهير؟ كل مرة أقول لك ما تبصش للجمهور إذا تاخد قرار، تمام، ما تتعاملش بمنطق الجمهور. أصل الجمهور فرحان بالليلة، لا اتوقفوا هنبطلهم كوره. الامور ما اتخدش كده في شويه، بتبقى انت بتقوم ابنك. انا على فكره فتوح ما بحبش لعبه قوي، يعني مش يفرق مع الزمالك، بس انا بتكلم على المبدا. انت ابنك غلط، مش هتطلعه بره البيت ولا هتقومه وبعدين تطبطب عليه وتدخله وتشوف وهتعمل وتحاول معاه تاني اصل انت ايه؟ هو انت عايز يعني عايز تبطله كوره ولا عايز تموته ولا الهدف اللي انت بتقومه؟ اكيد الهدف تقويمه. وبعدين يقول لك اصل
لو ما لعبش لو ما جددش الشروط انا عايزها ما بجهزوش لنادي تاني. هل انت بتتعامل بمنطق احترافي تستفيد منه لاخر لحظه فلوس. ولا ما دي فلوس، طب ما تقومه وتبيعه لو انت وهكذا لو انت مش قادر تجدد له. لكن امور ان انا هي كده وانا سلمت له بطل كوره كان ده ما يمشيش طبعا. انا مع بصراحه يعني بشكر حضرتك على وجهه النظر دي، انا متفق معاها تماما يعني فكره ان كل حاجه بنقصها بالجمهور، لان الجمهور خلي بالك ممكن في لحظه يقلب عليك من اداء ماتش ولا حاجه. ما الجمهور اصل الجمهور ايه؟ الجمهور ايده مش في الميه مش زي ايده في الملعب في النار. ما تبصش بقى للجمهور، اصل الجمهور ايه شغل بقى وايه هنبطله. وباللي عندي في الاهلي واللي عندي في الاهلي هو بيتخانق مع مثلا واحد صاحبه اهلاوي وبتاع عنده بعض. انا ما القصه قصه مش مع مش كده، القصه ان انت استفيد بيه، اتكلم واقعد واتناقش طب هو خد الدرس ولا ما اتعصي ولا قربه ولا 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 والكلام ده. لكن قصه ان انا لا ومبطلهم قعده ما يخش لا لا الكلام ده ما فيش الكلام ده طبعا. طب انا اسالك في نقطه ثانيه قبل ما انتقل للكابتن عبد الجليل، فكره انه نادي الزمالك دلوقتي بالنسبه لمحمود علاء، محمد عواد، محمد عبد الغني، شيكابالا، اوباما، قرر ان هو ياجل الملف التجديد معاهم لخلال فتره التوقف عشان تحقيق اكبر قدر من التركيز. شايف ان هو يعني فكره ان هو كل شويه فكره ناجل التجديد، هل دي مرتبطه بامور ماليه ومفاوضات ماليه ولا ايه وجهه نظر الاداره في الجزئيه دي؟ انت عارف الاجابه طبعا يعني طبعا يعني اكيد طبعا بالامور الماليه طبعا، وهي بعيدة عن الامور الماليه هي بيني وبينك احسن صح. هو انت خلي بالك انت كده من غير ما تدري انت بتضغط على اللعيبه، بتضغط على اللعيبه ايه؟ ما انت القصه برضو انت ما بتاخرهم لاخر السنه اللي كان فاتح صدره برضو بيقول لك كده ما الى اخر السنه يا كابتن عبد الجليل، يعني العمليه هتهدى شويه الكلام هيهدى شويه الدنيا هتهدى شويه لكن معظمهم نجوم ويستحق التجديد يعني محمد علاء ده مظلوم يعني عايش شويه ثقه ده كان فارق جدا في مستوى الزمالك. اوباما طول عمر هو محمود علاء مظلوم ولا ظلم نفسه يا كابتن؟ لا ما مش ظلم نفسه، الظروف اللي ظلمت، لكن هو انا شايف ان هو لعيب كبير بيبدا كوره من تحت لعيب 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 كوره، ونادرا يا كابتن عبد الجليل لما تلاقي انت ادرى مننا في الحته دي لعيب بيبدا ولعيب كوره ولعيب هداف في المكان ده هي ما زال بيدفع فاتوره السوبر. ماتش وجمهور الزمالك زي ما بيحب قوي بيغضب قوي بيغضب قوي بيقلب قوي، فهو يعني قاعد يعاني الفتره دي جامد، لكن هو كلاعب لعيب كوره. اوباما للجمهور قلب عليه برضه، ما هو اللي بيجيب لك الانتصارات دلوقتي يجيب لي بتكلم على الزمالك لعيب كبير. بص يا استاذ اتكلمت في الاثنين دولت محمود علاء واوباما، محمود لما راح الاتحاد شاف مستوى غير عادي حاجه اوباما لما احترف بره او برضه لعب في الاتحاد فتره بعد رجع الزمالك كان حاجه جامده قوي. من الواضح الاثنين دول لما بيحصل حاجه مع الجماهير او السوشيال بيتاثروا جامد. محمود علاء مش عارف يرجع مع انه دولي. اوباما بحرفنته دي انا ما لعب كبير لا 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 حاجه لعب كبير ما بيقدرش يرجع، دي الثقافه برضه يا كابتن وازاي يستحمل. فانا شايف المشكله في محمود علاء، الاثنين دول لو رجعوا مستواهم هيفرقوا مع الزمالك. محمود علاء كان شايل فريق الزمالك طبعا. كان هداف الفرقه ونفس الجمهور لما كان رجع كانت الناس عندها متعلقه عليه امال كبيره يعني لما رجع كانت معلقه عليه امال كبيره. المشكله ان الجمهور بيحب وبيكره زي المدربين كده، او يعني تحس ان هو لعيب ممكن يديك قد كده في ثانيه غلطه وما يخفتها. بس برضك الجمهور برضك بيساهم في الصوره يعني. الكابتن عبد الجليل مره بيقول لك انا انتقدت جمهور الاهلي ثاني ماتش لما جبت جول كل حاجه اتنست يعني. بس اللاعب برضه لما بتبقى رجله في الملعب ويلعب استاذ احمد من وجهه نظر الجمهور لا 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 هي لا هي لا يعني انا بس هو الرك ان هو هل اللعيب ده يقدر يرجع تحت ضغط يا فندم. الجمهور بيحب ويكره. انا كنت عاصرت زمان ايام مثلا ايام مشلي ده وصبري، ايام مشلي ده كان لعيب كبير قوي ومكسر الدنيا. صبري محمد صبري يقوم دقيقه يسخن الجماهير كلها، الجماهير بتحب لعيبه في لعيب حاجه الحب ده بتاع ربنا بتاعه كاريزما وبتاعت ربنا. في لعيب او شيكابالا ده لو ما لعب دقيقتين بياكل الجو هي طبعا هي الكره كده مش كده ولا كابتن؟ ده حقيقي. وفي لعيبه بتمرمط نفسها في الملعب ولا حد يحس بيها وتلعب وتبطل ولا حد يحس بيها. وبص يا كابتن مفيش مدرب يجي لما يلعب وبالنسبه للجمهور وعادي عادي يعني اللي هو لعب لعب ما لعبش مش هزعل. صحيح يعني مثلا طاهر ابو زيد لما يتقال مثلا ان هو بره السكور او في الاحتياطي الجماهير دي يا سمع عربي سمع يعني يعني ده تاريخ غير عادي انت فاهمني. في ناس هي حب الجمهور فعلا. طيب احنا رجعنا نتكلم على الذكريات، هو الاستاذ محمد شبانة فرصه انه مش موجود المره اللي فاتت قال عليه قال انه من في ناس بتجيب اهداف بحرفنه
وقعد كل شويه نقول له عبد الجليل ويتخطى الكابتن كابتن عبد الجليل. لا بس هو قال كان لا بس ده بعد ضغط استاذ احمد نقول له كابتن بيقول له كابتن عبد الجليل كان بيجيب اهداف حلوه يقول لك لا انا بتكلم على الحريفه حسب كابتن احمد عيد قال لك ما انا جبت الجون في بلجيكا فانا بقى يعني على احمد عيد فجاب قال انا جبت في بلجيكا جاب جون ما اعرفش الكابتن الاستاذ محمد مش حاطك في اللعيبه الحريفه ليه لا بس احنا فرصه مش موجود هجيب هدف ليك بقى عشان نرد بيه هدفك في المحله فاكره يا كابتن فاكره ما ده طيب. من يعني أو. احنا هدف الكابتن عبد الجليل معانا في المحله وكمان في هدفين تاني مميزين هنستعرضهم برضو بعد ما نشوف الهدف في تاريخ النادي الاهلي او في تاريخ الكوره في جون كده اتكلم انت على الجون ده يا كابتن يعني الجون ده في نهائي الكاس بص تشيب باس وجاي من ورا دي بتبقى صعبه على اللعيب جدا ازاي استاذ شبان اقول لك مش حريف ده كلام برضو لا 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 استاذ شبان قال فده من الاجوان اللي فيها يعني شغلت مخك شغلت عقلك فيها بص فيها توفيق برضو كبير بس الصعب ان الكره بتيجي من ورا كده الطاير انما السهل ان هي تجي لك من قدام فدي كان فيها توفيق كتير بس زي ما بقول لك من الاجوان يعني ده محطوط في 100 هدف للنادي الاهلي على تاريخ الـ 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 اجمل 100 هدف من اجمل 100 هدف في لا جون غير عادي طيب انا اوريك هدف تاني يا استاذ احمد هدف الكابتن حسن شحاته في المصري وهدف من نص الملعب هي الاهداف اللي هي فيها حرفنه طبعا ده اللي يتقال عليه بوكس تو بوكس من 18 لل 18 هدف بوكس تو بوكس الكابتن حسن شحاته زي ما الكابتن عبد الجليل يعني اطلق عليه المسمى كابتن فظيع خدها من حتى تشوف الله اكبر وفكره ان هو يحطها بالخارجي وهو بيجري كمان بعد لا ده حاجه لا ده مش ده لا لا مش تاني نص الملعب تاني هدف جميل برضو يعني هو جاب جونين في الماتش ده حسن شحاته ده لعيب فلتت زمانه مسميه لعيب متكامل يا كابتن طبعا طبعا يعني بص بيدافع ويهاجم الناس لما بتشوف الاهداف ده يا كابتن احمد يعني بتحن للعب ده طبعا لا كوره لا لا طب الهدف الكابتن الخطيب ده في المرسى التونسي برضو نفس الستايل ترجع من الاجوان انا بقول لك هاف فولي دي بصعوبتها ان هي هاف فولي ودي حاجه الحاجه الثانيه يعني هي لما بتجي لك من الوش كده بتبقى ايه فيها سهوله شويه انما الصعوبه ان هي لمست الارض فخدها هاف فولي كابتن خطيب برضه يعني لا وبالشمال بس هو كابتن خطيب ماسك دماغه على الجون ليه؟ من حلاوه الجون انا سالته في الحته دي قلت له انت حسيت بصداع او حاجه وبتاع يعني هو اللي بيجيب جون بيصدع؟ لا ما انا حسيت مش فاهم برضه لا من حلاوه الجون عارف انت اللي هو اصل الجون حلو طب هو جون ما هو ماشي يعني هقول لك حلو بس ما في مره ميسي جاب جون جوارديولا يعني برضه مسك دماغه كده يعني على الحاجه اللعيب لما بتبقى حاجه جميله لا انا عايز افهم اصلا كابتن عبد الجليل بنساله لا يعني هو وهي نازله كده هو بيفكر هيحطها في فولي وتروح في المقص فلما حصلت عارف انت يعني بيبقى لا ركز يعني اللي هو يعني عملتها بيها او ماسك دماغه ان هو انا ركزت فيها وراحت زي ما انا عايز تمام بتبقى كده انما يعني وكل واحد ليه رد فعل وبعدين اياميها انا بسال بس مش مصاب لا هو سؤال فيه سنه كده لا خالص لا خالص طيب. اصل انت مسكتش دماغي بعد الجول اللي جبته لا انا متعود على الاجوان دي اصل انا اجواني كلها على الطاير يعني الكابتن خطيب مش متعود لا انت لا ما تقولش كده برضه لا انتوا عايزين تخبطوا في اي لا الكابتن فهي اصل عارف ليه كمان لا مجرد سؤال بريء يا كابتن لان كابتن خطيب اياميها كان مصاب وقالوا هي سؤال بريء بعيد شويه والكابتن عبد الجليل مش شايفه بريء مش مقتنع سؤال بريء شايف السؤال ده بريء يا كابتن بريء بجد اطلاقا اطلاقا ده انت رب فاضل 10 دقايق وربنا يطلعني من الحلقه دي على خير ان شاء الله يعني انا شغال اقول له مع الحاج عامر الحسين استاذ محمد شبانه هو قال عليك مش حريف برضك متجاهل الموضوع ده ومركز في حاجه ثانيه ماسك معانا وانت عبد الجليل لاعب كبير ربنا يخليك بجد الحاجه طبعا يعني دلوقتي اللي زي كابتن عبد الجليل ده لو شوف الفرق بينه وبين اللعيبه دلوقتي اللي والله ياخد له مليار الله يخليك بص يا استاذ خضري انا اديت مثلا بس كان قال لك لاعب مزاجنج برضه يعني لا لاعب كبير عارف يا استاذ خضري انا كنت لاعب مزاجنج فعلا كابتن عبد الجليل عمل هش للجمهور كده انا تاني حلقه كنت مع شبانه قلت له يا صلاح اوعى الجماهير دي خط احمر لو عملت لهم كده انت لازم تاني ماتش ترضيهم باي حاجه لان طبعًا. حصلت لي صح يعني الماتش ده فعملت حركه فقعدوا قبل الماتش بص 80,000 بيشتموه نزلت انا عارف رحت عامل واحدتين وجون ورحت رايح بايسهم وقعدوا يشجعوني فقلت له يا صلاح انت عملت وش اديك انت طلعت كمان يعني انا عارف ان انت لو لعبت مش هتجيب ما هو لعب الماتش اللي بعديه ما جابش اوت
لما تيجي تعمل كده يبقى انت عارف ان انت هتقدر ترجع ازاي. فصعب. في جوان بتظل خالده في الذاكره يا احمد ما بننساهاش يعني. يعني مهما كان الهدف مر عليه بتشوف اهداف كده ما بتنساهاش. طبعا اهداف ايه تاني بتتذكرها يا احمد كده ما بتنساهاش؟ كابتن حسن شحاته من نص الملعب بتاع المصري. كان في كورش برده جابه من 5 كيلو كده. ريد ديفلز. نكانا ريد ديفلز. برافو عليك. كان تهرب وزيد في المغرب. الجون التاريخي ده. حمدي نوح في الزمالك. حمدي نوح ده يا جماعه حاجه. حاجات طيب يعني الجون بتاع الكابتن حسن شحاته لازم نشوفه طبعا. ما نقدرش يعني الحلقه زمان في الاعداد والاخراج جابوه. لا لا هاتها من 18 يا طارق. ده بص واخدها منين؟ ده من 18 من البوكس تو بوكس. دي عملها بالخارجي. ده اللي متاح. ده احنا تعبنا على لما جبناه لك. ده بص الترقيصه من نص الملعب. بص بقى من هنا الجون طالع عاملها له بالخارجي. لا لا ده حاجه يعني اللي يقول لك ده جون سهل. بص من هنا يا كابتن الله اكبر يعني. طبعا مفيش حاجة أحلى من كده يعني. متعة نختم بها حلقتنا. كل التوفيق إن شاء الله للفرسان الأربعة الفرق المصرية في البطولة الأفريقية. وبعد كده الأهلي نشوف إن شاء الله يعني أداء متميز. الماتش ده ماتش حساس سواء الناس بتتكلم عن الدوري المصري والدوري السعودي. إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يثبت إن الكرة المصرية لسه بخير. كل الشكر لنجومنا اللي شرفونا النهاردة واستمتعت بوجود معهم. كابتن عبد الجليل نجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر وشيء رائع وهدف جميل. وكابتن في ذاكرة كل يعني حد الكابتن عبد الجليل سواء أهلاوي وزملكاوي بتاريخه الرائع وحرفنته. هتشجعه بأمانة الأهلي ولا الاتحاد جدة؟ إزاي يعني؟ ده سؤال. الاتحاد طبعا. الاتحاد جدة طبعا. لا الأهلي طبعا. كل الشكر دايما المتألق والأستاذ الكل الأستاذ أحمد الخضري. بنتشرف دايما بوجودنا معاك. كل تحية لكل متابعينا النهاردة. وإن شاء الله الأستاذ شبانة يتواصل معاكم بكرة في حلقة ختام الأسبوع. كل التحية وإن شاء الله يعني تميز للكرة المصرية وتعود لمستواها. ما نشوفش النهاردة ما نتكلمش تاني زي ما النهاردة كلها كان زعلانة من ماتش المقاولين والداخلية. نشوف إن شاء الله كرة ومتعة في المباريات المقبلة سواء في الدوري أو البطولة الأفريقية أو النادي الأهلي في كأس العالم. شكرا لكم.